طيب نستأذن احنا بقى. مع السلامة يا أستاذ. مع السلامة. مع السلامة يا اسطى. مع السلامة. مع السلامة يا أستاذ جابر، مع السلامة، أنست وشرفت. الله يخليك. ولا حاجة، رفضناه. رفضتوه ليه؟ كده لقيناه مش مناسب. ايه اللي خلاكم تحكموا عليه انه مش مناسب؟ هو على بعضه كده ما يلزمناش. يا ثروت، الراجل انسان محترم، ما فيهوش أي حاجة تتعيب. الشيء الوحيد اللي خلاني مش موافقة هي ظروفه الاجتماعية يا بنتي. بمعنى إيه يعني؟ بمعنى إنه أرمل. أرمل وله ابن كمان. بس؟ أيوه بس يا ثروت. معنى كلامك ده يا ماما بقى إن الراجل الأرمل ما يقدرش يتجوز بنت بنوته، والست بقى المطلقة أو الأرملة ما تقدرش تتجوز راجل ما سابلوش جواز قبل كده. ده المفروض. والمفروض ده جبتوه منين؟ يا حبيبتي جرى العرف على كده. عرف إيه يا ماما؟ الجواز اتفاق، إيجاب وقبول بين اتنين حاسين إنهم يقدروا يعيشوا مع بعض ويعملوا حياة ناجحة. ما حدش يقدر يقرر ده غيرهم، هما الاتنين هما اللي هيعيشوا مع بعض وهما اللي هيتحملوا مسؤولية قرارهم ده. يعني أنت شايفة إن وضعنا الاجتماعي وضع بنتي بالذات يسمح لك تتجوزي واحد بالمستوى ده؟ ماله المستوى ده؟ انا صاحب بكالوريوس وهو يعتبر ليسانس، وفلوسنا احنا الاثنين تفتح بيت كويس قوي، ده غير مستقبلك كمحامي. مستقبل ايه ده اللي هيبدا بعد ال30؟ مشاهير كتير جدا بتبدا حياتها بعد ال40 وال50 كمان، وفي بني ادم ممكن يحقق في سنه اللي غيره ما قدرش يحققه في عمر بحاله. وبعدين انا واثقه بقى ان جابر هيبقى له مستقبل عظيم جدا. يا بنتي يا حبيبتي، أنا شايفة إن العاطفة مسيطرة على تفكيرك في الموضوع ده، خصوصاً بعد حكاية الحرامية معاكي ودخوله المستشفى بسببك. ماما الحكاية دي ملهاش أي تأثير باختياري له. ممكن طبعاً الموضوع ده يكون أكد ثقتي فيه، زود مشاعري ناحيته، بس مش هو السبب الرئيسي في اختياري له وموافقتي عليه. موافقتك؟ لا، الموافقة موافقتنا إحنا، والرفض رفضنا إحنا. مع احترامي الكبير لرأي حضرتك يا بابا، أنا شايفة إن الموضوع ده يخصني أنا بالدرجة الأولى. أنا صحيح سبتكم وقمت علشان تقعدوا براحتكم مع جابر، وجابر كمان يرد على أسئلتكم واستفساراتكم وهو مش حاسس بحرج من وجودي. أنا سبتكم وقمت وأنا كل ثقة إنكم هتعملوا اللي فيه مصلحتي لأنكم أهلي. إحنا عملنا اللي في مصلحتك ورفضناها. لا يا بابا، أنا آسفة إني أقول لحضرتك إن ده مش الرأي الصحيح. الرأي الصحيح رأيي أنا. يعني إيه؟ هتتجوزيه غصب عننا ولا من ورانا؟ لا يا بابا، مش انا اللي اعمل كده، انا بس هديكم وادي لنفسي فرصه علشان اثبت لكم ان طارق ونرمين بالرغم انهم من مستوى اجتماعي واحد زي ما انتوا بتقولوا وفي شغل واحد ممكن قوي يكونوا مش مناسبين لبعض. انا نفسي اعرف ايه اللي خلاك تدخلينا في موضوعك. انتم اللي دخلتوا نفسكم فيه. انت مش فاكره كلام طارق ليكي وتهديده لما قال ان انا لو اتجوزت جابر هيسيبك؟ هو اللي ربط مصيركم بمصيرنا. مين بقى اللي بدأ وسمح لنفسه بالتدخل في حياة التاني، انا ولا انتوا؟ طارق لما كان بيقول كده ما كانش بيتدخل في حياتك، ده كان بيقرر لحياتي انا وهو مع بعض. وبعدين قولي لي بقى، مين اللي جه على التاني؟ جابر هو اللي جه على طارق. يعني انت لو قاعده في مكان وانا دخلت عليكي من حقك تفضلي قاعده، ومن حقك برضو تمشي لو وجودي مضايقك. هو رافض نسيبه يكون كمسري، هو حر، لكن هو ما قالكيش ما تتجوزيهوش، انت كمان حره. وبعدين ايه اللي حصل لده كله؟ قام مشي لما كلامه ما عجبهوش، اظن ده من حقه. وانا كمان لما اقول رايي في جوازكم ده مش معناه اني بتدخل في حياتكم او بمنع الجواز. خدي بالك كويس قوي من طارق. لا خدي بالك انت كويس قوي من نفسك، هي عارفه مصلحتها كويس قوي واختارت الانسان اللي يشرفها. عموما انا مش هقرر حاجه دلوقتي، وهدي فرصه للوقت علشان يظهر كل حاجه على حقيقتها.
شايفه يا ماما؟ دي عايزه توقع بيني وبين طارق. نرمين ابعدي انت وطارق عن الموضوع ده وخليكوا في نفسكوا احسن. وانت يا ساروت كفايه بقى اللي حصل النهارده من ورا المظهريه الكدابه بتاعتك، وخلينا على حياتنا احسن. ايه ده؟ اتأثر فيك الكلام الجدع الكمساري ده؟ ساروت كفايه بقى، الله يخليك كفايه. وكيل اداره قال الكمساري ابو زماره. ما بيضيعش النظر يا بنتي الا حاجه الدم. خد. خليك انت يا ماما. ابراهيم ابن حلال، ده انا كنت لسه هموت عليك دلوقتي. يا ابراهيم مالك؟ الو؟ ايوه صمت، انا ابراهيم. اهلا وسهلا. بابا عندكم؟ لا والله، هو نزل هو وجده. هو وجده؟ يعني خلاص؟ اتفقتوا على الجواز؟ حتى انت بتخبي عليا؟ طيب، مع السلامه. انا مش عارف ليه كلكم عايزين تتجوزوا بابا. ابراهيم في ايه يعني يا ماما؟ مفيش اي حاجه طبعا. مفيش ازاي؟ انا شايفاك مش طبيعي، والولد كمان. كان بيكلم مين؟ هيكون بيكلم مين يعني يا ماما؟ طبعا بيكلم والده. بيكلمه عند مين؟ ومالك مرتبك كده ليه؟ ولا ايه يا ماما؟ ولا انا مش واخده بالي وشايفه حاجه غلط؟ يا بنتي ربنا ما يجيب غلط، انا جاي مريح جدتي. بس بقى ماما بصراحه كده جابر راح عشان يخطب مدرسة ابراهيم. يا سلام، ومالك بتقولها وانت زعلان كده؟ مش المفروض صاحبك وتفرح له؟ اصل انا ماما خايف يروح لهم فيرفضوه، اصلهم ناس يعني مستواهم عالي شويه. صفيناز يا ماما اللي كانت في المستشفى والفرح، بعدين انت عارفه حاجه زي دي ممكن تاثر على جابر لانه حساس قوي. يا حرام، ايه رايك بقى انك تشوف له واحده ستبن؟ ستبن؟ يعني ايه يا ماما؟ ايوه ستبن، حاجه احتياطي يعني، عشان لو اترفض في الجوازه دي يلاقي واحدة يتعكز عليها بقية عمره. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ أمال عايزني أقول لك إيه؟ أعمال من الصبح تلف وتدور تلف وتدور، تسيب مذاكرتك وتاخد الولد الصغير عشان تفسحه، ها؟ قاعد قلقان لا عارف تاكل ولا تشرب ولا تقلع ولا تلبس، كل ما عيني تيجي في عينيك تهرب مني، كل ده ليه؟ ها؟ عارف ليه؟ أنا بقى أقول لك ليه؟ حضرتك عاوز تخبي عليا الموضوع، متصور إن ده يهمني، أو بمعنى أصح يضايقني. اصل انا قعدت 21 سنه بعد استشهاد ابوك عشان مستنيه الاستاذ جابر يجي يتجوزني، ها؟ ولا كل اللي تقدموا لي رفضهم عشان جابر؟ مش هو ده تفكيرك؟ يا خساره، يا خساره يا احمد، الزرعه الطيبه اللي قعدت ازرعها ورعاها زرعتها صحيح بس في ارض مالحه. انت متضايق ليه؟ هما بادوا بالغلط واحنا ادينا لهم اللي يستاهلوه. بعدين يا ابني ام احمد هي اللي بتقول. يا عم شعراوي، يا عم شعراوي، انا مش عارف بس ايه اللي جاب سيره موضوع ام احمد ده. انا ما فكرش في الموضوع ده من اصلي. وبعدين بقى بصراحه لازم ندي فرصه لستيناز، انا حاسس انها مالهاش ذنب. انا عارف البت مالهاش ذنب. بعد اللي عملوه اهلها ده انا بقى مش طايقهم. بعدين يا ابني انت مش لازم تتجوز جوازه ليها ديول. انت محتاج تاخد بالك من شغلك ومستقبلك وابنك، مفيش حاجه تعكر دمك ابدا.
خدت ده ونمت يا نظيرة نوم العوافي. الدنيا يخليك ليا. في ابراهيم مالك؟ خير؟ انت ليه سبتني مع احمد يا بابا؟ ابدا، لقيت رايح النيل اللي انت بتحبه فقلت ما احرمكش من الرحله دي. ما انت كمان بتحب النيل، والنهارده كانت راحتك، ما جتش معانا ليه؟ ابو خليل هات من الاخر. عايز الصراحه يا بابا. وهو في بينا غير الصراحه يا ابو خليل؟ أنا كنت فاكر قبل كده إن كلام ست اللي كانت بتخوفني بيه عن جوازك كان كلام أي كلام، لكن دلوقتي عرفت إنه ما كانش أي كلام. إزاي بقى؟ فهمني. إذا في الخطوبة ما خدتنيش معاك وسبتني مع أحمد، أمال لما تتجوز هتسيبني مع مين؟ بابا أنا هروح أعيش عند ستي. هروح أعيش عند ستي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا عارف إن أنا مش هرتاح مع ستي، خصوصا بعد ما تتجوز، مش هتقدر تتكلم عليك كلمة واحدة. بس أنا مش عايزك تكرهني. أنا أكرهك يا إبراهيم، أخص عليك. ولا أنا كمان عايز أكرهك. تكرهني؟ يوم ما حد ما هياخدك مني، أي حد هيحصل ده. حتى لو كانت صافي ناس. ياه، للدرجة دي؟ ده أنا ما حاولتش أرتبط بصافي ناس اللي عشانك. أنا من 8 سنين من ساعة ما توفت والدتك ما فكرتش في الجواز، مع ان كان قدامي عرايس كتير في الجامعه في الاتوبيس في الحته، لكن علاقتي بيك كانت اقوى من كل ده. حتى صافي ناس ما فكرتش فيها الا لما لقيت علاقتها بيك قويه، علاقه حب تالف دفء، علاقه بتحتاج لاب. عشان كده فكرت ان انا ارتبط بيها. أجرمت؟ أنت ليه خبيت عليا ورحت من غيري؟ وقلت لأحمد وجده بس، هما دول بتحبهم أكتر مني؟ أنت ليه ما خدتنيش معاك؟ وأنت عارف إنهم بيحبوني أوي هناك. على العموم أنا كنت متوقع اللي حصل، عشان كده ما حبيتش إنك تيجي. ليه؟ هما ضايقوك؟ يعني يظهر انا نزلت في محطة غلط يا ابراهيم. يعني ما رضيوش بيك؟ تزعل يا ابو خليل لو ابوك اترفض؟ لا، ابله صافي ناس لا يمكن تعمل كده ابدا. ما هو الجواز مش مرتبط بابله صافي ناس لوحدها. مش في حاجة اسمها اهل صافي ناس. احنا ولاد اصول برضه، ولا يا ابو خليل؟ مين فيهم اللي رفضك يا بابا؟ باباها ولا مامتها؟ ولا اختها مجنون؟ قم سري. ومالك قم سري؟ حرامي؟ وبعدين انت هتبقى محامي، احسن محامي، زي ما انت احسن اب.
الو طارق. ايوه يا نرمين. ايه خد الكارت الاحمر؟ ايوه. هايل هايل يا نرمين. طيب طيب اوكي. طب مع السلامه. حاضر حاضر. الوصلة سعادة البيت. حاضر يا مام. الأستاذ فوزي بيفكر حضرتك إن عقد الشقة آخر الشهر الجاي. حاضر. خد اديله دول وقول له إن أنا همد 6 شهور كمان وبنفس السعر وزي ما إحنا ماشيين. شهر بشهر. من عناية يا بيه، يعني هيلاقي زيك فين؟ السلام عليكم. مع السلامة، دول عشان. ألف شكر يا بيه. مع السلامة. سلام عليكم. حفيظة نامت؟ هي مين دي اللي نامت؟ هو انا كنت بنامها ولا ايه؟ زي ما تكون ما انتش عارف بنتك يا ثروت. صافي ناس الاقل كلمه بتزعلها وتخليها 3 4 ايام ما تنامش. تفتكر هتعرف تنام في موقف زي ده؟ هي اللي حطت نفسها في الموقف ده. بلاش التحامل ده يا ثروت. كرائيه يا حفيظة. زي ما تكوني معاهم مش معانا احنا. انا لا معاهم ولا معاك ولا اي حاجه، انا لا في صفهم ولا حاجه. امال بتدافع عنهم ليه؟ وخصوصا عنهم. الموقف ده ما بيفكركش بحاجه يا ثروت. حاجه زي ايه؟ بموقف شبيه يعني. موقف شبيه؟ شاب كان في بدايه حياته ولسه متعين مساح على الدرجه 9، اعجب بزميله له في الحسابات وتقدم لها، ويوم ما راح يخطبها كانت هي واقفة في شباك بيطل على الشارع اللي هو هيجي منه، وفجأة لقيته نازل من الأتوبيس زي الكتكوت اللي غرقان في عرقه، وقميصه اتفتق من تحت بطه، وعلبة الحلويات اللي كان جايبها اتكربست في بعضها. ساعتها راح اشترى ورق سلوفان من المكتبة اللي تحت البيت ولفها من أول وجديد، ومسح جزمته في رجل بنطلونه وطلع. ما كانش واخد باله أبدا إن أهلها قاعدين في البلكونة وشايفين كل اللي حصل. وطول ما هو قاعد وهو لازق إيده اليمين في جنبه اليمين عشان الفتق اللي في قميصه ما يبانش. ده كان قميص لينو. لينو درجة أولى، تمنه 275 قرش ونص، وكان بلياقة فان هاوزن من الشية. مظبوط مظبوط يا ثروة. قولي لي بقى يا ست هانم، ايه وجه الشبه بين حكايتنا وحكايه الكمساري بتاعك ده؟ لانك كنت ساعتها زيه، موظف، موظف بمؤهل متوسط. يا ست دم؟ وانت كنت ايه؟ مدير عام ولا حاجه؟ انت كنت حته موظفه بالثانويه العامه بتاعت حسابات. ايوه، بس كنت منتسبه لكليه التجاره وفضلت اذاكر لغايه ما خدت البكالوريوس. بس كان مرتبي اكبر من مرتبك بكتير. بالبدلات، لأنك كنت مساح بتطلع جبل وتشيل أجهزة على كتفك. أنا كنت بشيل أجهزة؟ أنا كنت بشيل أجهزة وأطلع ولا كان اللي بيشيل الأجهزة القياس يا ست هانم؟ كنت بتاخد على مرتبك بدل طبيعة عمل وبدل خطر وبدل سفر، وهو ده اللي كان بيكبر مرتبك. إنما في الحقيقة نعم؟ تقصد إيه بالنخربة دي كلها؟
عايزه اقول لك ان اهلي ساعتها احترموك ورحبوا بيك وبوالدك الراجل الكباره ابو جلابيه بلدي. ما همهمش رخص قماشتها، اللي همهم هو قيمته واحترامه لبنات الناس. فين بقى يا ست حفيظه وجه الشبه في الموضوعين؟ وجه الشبه هقوله لك ولاول مره يا ثروت، بس مش عايزاك تتضايق ولا تزعل. لا 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 لا، اهدي ليه؟ مش هتضايق ولا حاجه. اتفضلي يا اختي قولي. اتفضلي. كلهم كانوا رافضينك في الاول زي ما احنا كده رفضنا جابر. صدقني هي دي الحقيقه، كلهم كانوا رافضينك، ولما علقوا الموقف وقالوا لك ان احنا هنرد عليك كانوا مكسوفين يقولوا لك الحقيقه احتراما لوالدك. ازاي يا هانم الكلام ده؟ والدك اتصل بيا وطلب معاملتي. انا اللي بعد كده اقنعتهم وبصعوبه. يعني حضرتك عايزه صفي ناس تقنعني بالكمساري؟ تعالى يا صفي. ايه يا ثروت؟ ايه بس انت عماله تخرفني من الصبح؟ لخبطت الدنيا وحطيت قرش على قرشين وجبت القديم على الجديد في ايه؟ عايزه بنتك تتجوز الكمساري؟ خلاص يا ستي خليها تاخده. عايزاك تبطل فشخره وبلاش النعره الكدابه دي. قلت لك بلاش حكايه وكيل الوزاره دي، لا هترفع من شأنك ولا هتخلي الناس تخاف منك. خليتنا قاعدين مع الناس غرقانين في كسوفنا. ايه كنت فاكرهم مش هيعرفوا الحقيقه ولا ايه؟ رايح يسال عليا ابو زماره؟ من حقه انه يسال عليك، بالعكس ده كبر في نظري انه يعمل حاجه زي دي. ده بيدل على انه مهتم بالموضوع وواخد الحكايه جد، بيهمه يعرف اصل الناس اللي هيناسبهم. واللي بيهمه الاصل يا ثروت يبقى ابن اصل. حفيظه، الواد ده مش هيتجوز بنتك صافي ناز ولو ادى الامر الى طلاقك. ايه؟ طلاقي؟ ايوه انا فاهم كويس قوي. انت عامله انك رافضه العريس ده وانت من جواك عايزاه تماما لبنتك. اسمعي يا ست، انت بنتي مش هتتجوز الكمثالي ده، يعني مش هتتجوزه. انا هنا راجل البيت، الكلمة كلمتي والحكم هنا حكمي، فهمتي؟ الله 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 الله، إنه الانتعاش الحقيقي. يا سلام يا سلام يا سلام، الدنيا لا حر ولا حاجة، يا ولا الواحد عرقان ولا أي حاجة خالص. مالك يا غريب قاعد قدام المروحه كده ليه؟ الله، هي مش سبق تعبيتك وبعناها؟ طب بقول لك ايه؟ تعالي اقعدي جنبي، مش احنا لينا النص؟ نص ايه يا راجل وربع ايه؟ ما هو لو انت ما قعدتيش ولا انا قعدت هو هياخد الهوا كله لوحده، وبعدين نيجي اخر الشهر نتحاسب على الكهرباء لو هو. طب ليه انا ادفع نص الكهرباء وهو ياخد الهوا لوحده؟ هي علبة السكر خلصت يا ابن فوزية؟ يا خبر، ده نسيت اشتري وانا تحت. طب ما انا لسه شاري كيلو سكر بحال. واحنا كمان جبنا كيلو سكر بحال. طب اديني عقلك انت، يعني ايه بقى 2 كيلو سكر يخلصوا في اسبوع واحد؟ ليه؟ نمل؟ بناكله؟ قصدك مين اللي بياكله يا وجدي؟ مش عارف. ما السكر بيتحط واللي بياخد بياخد يا وجدي. والله انا شرب الشاي والقهوه قليل، ويعني لو شربت الشاي والقهوه يا دوب بحط معلقه سكر صغيره قد كده بالعافيه، يعني المفروض السكر يكفيني انا ومراتي 10 ايام واكتر. تقصد ان احنا اللي بناكل السكر لوحدينا؟ والله شوف بقى مين اللي بيحط في كوبايه الشاي 4 معالق سكر بحالهم، بيشرب مربى ما بيشربش شاي ده، ولا الحلويات اللي بتعملها لك الست فوزيه ومن نفس السكر. وانا بعملها له لوحده؟ ما كلنا بناكل منها يا وجدي. وبعدين مين اللي كان قاعد جنب المروحه من شويه ونازل لهط في الرز واللبن والمهلبيه؟ مش انت؟ اوعى تعمل لي رفيع. لا بعدين بقول لك ايه، انت ما بتمضغش ليه؟ المضغ كويس عشان الهضم، هو كله زلط كده؟ ماشي غريب، بتعايرني قوي. قصدك تقول ان انا تخين ومفجوع؟ ماشي غريب، بس لعلمك بقى الدكاترة بتقول ان اللي بيحط السكر كتير في الشاي والقهوة هو اللي هو اللي مفجوع. وجدي قول لاخوك يا وجدي انت مفجوع يا اخويا الكبير. إيه انا ما قلتش. سامعة؟ شايفة؟ بس انا لقيت لها حل. من النهاردة كل واحد سكره لوحده.
والملح لوحده وكل حاجه في المطبخ لوحده، حتى الكبريت العود ما يولعش الاثنين، فاهمين؟ سيب فضل ربنا عشان زعلان منك. عيب يا استاذ. يلا ده نور منور. يا ابراهيم عيب ما تصنطش، انت لسه جاي من الصلاه. ده انا سامع صوت تيتا، يبقى زعلان مني. مش زعلان منك ولا حاجه، كلها ساعتين وانا هعرف منك بالظبط هو اتاخر ليه. يلا. لا انا خايف لا يكون زعلان مني. ما تزعلش، يلا بقى بطل ماضي. سلام انا ماشي. يا بنتي حتى خدي لك كوبايه شاي بلبن قبل ما تخرجي. شاكرة. خليل تاخد كام سكر؟ ثلاثة. ثلاثة مرة واحدة؟ مش كتير عليك؟ لا أنا قوي. قوي؟ عندك موسيقى النهاردة؟ تحب نخلي الجدول كله موسيقى؟ نخليه. يا كريم. لا يا عم أنا مش كريم، أنا إبراهيم. بقول لك مننا إحنا الاثنين آخرنا إيم إيم. لا أنا إبراهيم وهو كريم. أنت هتعمل لي محاضرة عشان سألتك على حصة موسيقى؟ على العموم أنا مش هتكلم مع أي حد في أي حاجة. كأني معرفش يا سيدي، كأنك لسه ما قلتليش. مش هي برضو تعرف اللي انا معرفش؟ على انت هتأنبني بقى ولا ايه؟ لا وعلى ايه؟ انا ميعاد المدرسه بتاعي قرب، لكن انت ميعاد الورديه بتاعتك لسه بدري عليه. انت ناسي ان انا عندي جامعه قبل الورديه؟ الجامعه برضو بتروحها براحتك، مش زي المدرسه. قول لي بقى انت عايز مني ايه بالظبط وانا اعملهولك. مش عايزك تحاسس صافي ناز بانك زعلان من اللي حصل، ولا انا كمان، لان هي ملهاش ذنب. يعني لو فتحتني في الكلام اعرفها اللي انا عرفت؟ ده لو فتحتك، انما لو ما كلمتكش خالص يا ريت تبقى توصف لي حالتها لما تيجي. هو انت مش هتقابلها النهارده في الاتوبيس وهي مروحه؟ للاسف انا من ساعه ما فتحتها في موضوع الخطوبه ده وهي بتتكسف تركب معايا، وانت يا استاذ تطلع من المدرسه وفرير على البيت. طبعا فيك ايه يعني؟ هي كانت بتركب عشاني. ازيك يا ابراهيم؟ ما تيجي تفطر معانا يا ابني. لا انا فطرت. هو مفيش سندوتشات الايام دي للمدرسه ولا الفينو غالي؟ ما هي جدتك كانت عيانه بقى وانا نسيت اجيب الفينو، ابقى فكرني. هبقى افكرك لما ارجع، خصوصا مشوار ابن واحد صاحبك اللي كنت رايح تخطب له. مال الواد؟ انا عارفه بقاله يومين على الحال ده. لكن ما قلتليش. على ايه؟ عملتوا ايه في مشوار امبارح؟ مشوار ايه؟ يو المشوار اللي رحتوه. ايوه ماله؟ ماله؟ ماله ده ايه؟ عملتوا ايه مع اهل العروسه؟ ان شاء الله يكون ربنا وفقكم ورجعتوا مجبورين الخاطر. ناس مالهمش في الطيب نصيب، حاطين مناخيرهم فوق على الفاضي. يعني ايه؟ رفضوا العريس؟ ايوه رفضوه عشان شغلته. شغلته؟ ليه هو بيشتغل ايه؟ شغله بطاله لا سمح الله؟ كريانة صغيرة، معقول يكون بيشتغل شغله بطاله واروح معاه؟ كلي كلي. ودي شغله ايه دي اللي رفضوه عشانها؟ لا ابدا، موظف حكومه زي ابوها ويمكن احسن كمان. يو امال رفضوه ليه؟ غلطه بقى بعيد عنك. بقول لك ايه يا شعراوي؟
ايوه نظير. حكيم اختي عندها ثلاث بنات على وش جواز، ان كان العريس ده مالي ايدك منه هات وناخده ونروح لها ما دام انت مطمن له. كلي يا نظيره بقى كلي. مش عاجبك بنات اختك منهم سمر شويه؟ بالعكس احلى ما فيهم سمر. طب امال ايه؟ اصل واد والبنت مايلين لبعض وصعب ان ناخده في حموتها كده واقول له تعالى جوز بنت اخت مراتي. لكن انت لحد دلوقتي لا قلت لي العريس ده مين ولا ابن مين. بقولك انه واحد صاحبي. الله وانت عارفه كل اصحابي. كل بقى يا نظيره فول الطعميه حبراده. انا بلغتهم اني مش هروح الشغل النهارده. وليه؟ ماني قاعده وما ورياش حاجه غير اني اشوف طلباته. وانا كمان عندي محاضره مهمه وخصوصا المحاضرات الاخيره. يا احمد ممكن اي حد ينقلهم لك. ما ينفعش، لازم انا اكون موجود. الدكاتره بيقولوا حاجات مهمه في المقرر. ايوه بس سيدي. خلاص يا حبيبي خلاص، اللي تشوفه وقت ما تيجي ساعه الكليه ابقى شوف روحك. تقدر تروح روح. جيز يا اسطى. اركب. المانيال ماشي. يبقى انت لا مؤاخذه بقى، معلش مش هقدر اروح الجيزه، كوبري الجامعه واقف هتعطل. معلش. وماله يا اسطى؟ وديه المانيال ووديني الجيزه انا عن طريق عباس. يا سلام. طب ما اوديك عن طريق شبرا. اقول لك اديني خريطه انت عشان انا امشي بيها. انت هتمشيني على مزاجك؟ هتلففني البلد عشان اوديه الجيزه؟ مش رايح الجيزه. ادينا بقى عرض قفاك. لا حول ولا قوه الا بالله. مع السلامه. على مالك؟ ايه انت بتعمل ايه؟ بكسر العداد. لا 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 لا، ما بحسبهاش انا، ما بحسبش بالعداد انا. ماشي، انا نظرتي عمرها ما خيبت ابدا. بكى الله. عناية يا باشا، عناية. حسابك كام؟ اللي تقول عليه ماشي يا سعاده البيت. لا حضرتك، انا قلت لحضرتك اللي انت عايزه. ومال اللي انت تدفعه ماشي. لا حدد انت كده. اه 5 جنيه بس. كويس حقك. الاتفاق اتفاق. على مهلك يا سعاده البيت، دور على مهلك. تحب اشوف لك مكان تقلع هدومك وتدور براحتك؟ سعاده البيه رد عليا. اه ايوه يا اسطى. اصلك ما بتتكلمش لا مؤاخذه. انا اسف جدا، واضح ان انا نسيت الفلوس في البيت. نسيت ايه يا اخويا؟ ايه في ايه؟ نسيت ايه؟ صدق ان انا مش مستريح لك. مش مستريح لك برضه. ايه يا اسطى؟ نسيت ايه؟ نسيت الفلوس في البيت. انهي فلوس؟ انهي فلوس؟ طب هنحل ايه؟ هنعمل ايه؟ انت نسيت الفلوس، هاخد اجرتي منين؟ تحب حضرتك تاخد شيكات؟ شيك؟ هتكتب لي شيك ب5 جنيه عقبال ما اصرفه واصرف عليه 85 جنيه؟ اطمن يا اسطى، حقك في الحفظ والصون. اديني عنوان الحفظ والصون ده. حضرتك ادي الكارت بتاعك. كارت؟ اتصل بيا في اي وقت او ابعت لاي حد وانا اديله 10 جنيه. كارت مين ابو كارت؟ بيقول لي كارت. بيقول لي كارت. كارت مين يا ابو كارت؟ تحب انت تاخد مني انا مليون كارت؟ انت هتقل ادبك. ما انا اعمل لك ايه؟ اديني اجرتي يا سياده الامين. امين مين؟ انت معاك واحد امين كمان؟ في ايه؟ اهو اهو. ايه في ايه؟ اتفضل يا سيدي. اتفضل يا سيدي. في ايه؟ البيه. البيه جايبني من ميدان التحرير. جايبه وانا من ميدان التحرير. العداد. العداد عامل 12 جنيه. عداد ايه ده؟ العداد عامل 12 جنيه. 12 جنيه؟ في عداد في الدنيا يعمل 12 جنيه من ميدان التحرير؟ عداد ايه؟ دي من غير عداد. 12 جنيه من التحرير لغايه هنا؟ يا فندم اسمعني بس، عداد ايه؟ ده هو قال لي ما تكسرش العداد. في حد يقول للحد سواق تاكسي يقول له ما تكسرش العداد؟ انت في كده في الدنيا؟ ما قلتليش يا مفتري. قلت ما قلت ليه؟ قال لي هو اللي قال لي ما تكسرش العداد عشان انت جدع واحنا نحب الجدعنه.
وانا ما كسرتش العداد. ما كسرتش العداد ليه؟ ما قلت لحضرتك قال لي جدعانه وحديك جدعانه وقال لي جدعانه جاي يقول لك اكتب لك شيك. رخصك فين؟ الرخص موجوده. هتطلعها؟ هطلعها بس النصاب ده هنعمل فيه ايه؟ عموما ادي الكارت بتاعي. ايه الكارت بتاعي؟ اداني كارت قبل كده قطعته. حضرتك ابعت لي في اي وقت ابعت لك وانا اجي ادلي بشهادتك. تدلي بشهادتك فين؟ رخصك ورخص العربيه ده راجل نصاب. النصاب والخمسه جنيه. السلام عليكم. استنى الخمسه جنيه. السلام عليكم. هو هيتصرف معاك. رخص ايه؟ رخص ايه؟ انا نسيت والله انا نسيت. ده ذنب الراجل الغلبان اللي نزلته. كنت وديته الجيزه ان شاء الله حتى عن طريق الهند. طب ما تقول ده كمان ده سواق التاكسي اللي جابه الامين احمد وما كسرش البندره وطلب اجره زياده. ثم معتمد اعمل له محضر وحضر له عرض على النيابه. حاضر. نيابه؟ انا اروح النيابه احظبط انا اروح النيابه؟ انا ده انا اللي بسلم الحراميه للنيابه. يوم نصاب ده اللي كان راكب معايا يحولني انا النيابه. اسمك ايه؟ فرماوي. فرماوي وبتضحك كمان ليك نفس؟ مفيش نفس بيها حصول. ما هي الدنيا بقت غريبه. الظالم بقى هو المظلوم والمظلوم هو الظالم. ما بقاش حد عارف الظالم من المظلوم. انا مظلوم والظالم بره، انما انا اللي جيت هنا والظالم سايبينه. انا مظلوم هو ظالم. هتتفلسف يا اخويا. مين؟ هتتفلسف يا اخويا. نعم؟ هتتفلسف. هتفلسف اصلا سمعي بعافيه شويه. لا هتتفلسف. طيب. ابراهيم ازيك يا ابراهيم؟ الله يسلمك يا ابني. ازاي يا بابا عامل ايه؟ كويس ومسلم عليكي. على فكره بوم زعلان منك، مع ان انا وعدته ان انا مش هفتح لك الموضوع ده الا لما حضرتك تفتحيلي فيه، بس انا عارف ان هو هيسامحني. انت عرفت اللي حصل؟ مش بالتفصيل لكن عرفت النتيجه. انا كمان عرفت النتيجه ومش بالتفصيل، كان لازم اقعد معاه. يعني راي حضرتك غير رايهم؟ انا برضه قلت لبابا كده. قلت له ايه؟ قلت له انك قلت له ايه؟ وانا كمان بحبك. وانا كمان بحبك قوي. صباح الخير. صباح النور. والله امال فين ابو حميد؟ اصله ما جاش يصلي الفجر معانا النهارده. اصله تعبان شويه. حضرتك اوعى تكوني زعلانه من ابراهيم. لا ابدا هزعل منه ليه؟ طيب عن اذنك انا سايبه اللبن على النار. اتفضل يا ولدي احمد مستنيك جوه. اتفضل يا استاذ جابر. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك؟ اتفضل يا ولدي. يا راجل مكسوف ولا ايه؟ هغير وانزل معاك كلها على طول. وعليكم السلام. جاي يا سيدي سرحانة فيه؟ لو ما لحقتكيش كنت هتخنق جيلة. واضح الخلاف اللي بينك وبين والدتك مش زي كل مرة. يعني ايه؟ يعني طريقة بصيتها ليا كده بتقول ان انا السبب. انت؟ لا على ايه يعني؟ مش انا بالظبط. ابراهيم ابني ممكن يكون لخبط الدنيا امبارح وعرفت ان احنا متفقين مع بعض. موضوع غير كده خالص صدقني. المهم طمني عملت ايه امبارح؟ طلع كلام زمانها صح. يعني كان رفضوك؟ ما تزعلش قوي كده، انا مش اول واحد يترفض. لا بس هي كده تبقى في الحاله دي غلطانه. ما تظلمهاش بس. ما اظلمهاش ازاي؟ المفروض هي اول واحده تعرف رايهم. على الاقل تقول لك عليه عشان ما تحطكش في موقف زي ده. يمكن ما تعرفش. ما تعرفش ازاي؟ اذا كان زميلها كان عارف. بقول لك ايه؟ ما برقهاش. انا لا هبرقها ولا هدينها. انا لازم اسمع وجهه نظرها الاول. قبل ما ارجع لستك التصرف. فرماوي؟ نعم. ايه حكايتك معايا فرماوي؟ سبت لك نيابه الاوضه الفرد وجيت هنا نيابه الامور برضه ورايا؟ بحبك يا سعاده البيت. بحبك. شوف ساعة الباشا طلع معرفة. سيب ايدك بقى قول له ساعة الباشا. سيب عسكري. ايه حكايتك بقى المرة دي يا فرماوي؟ المرة دي انا مظلوم بحق وحقيقة ساعة البي. صدقني انا مظلوم. مظلوم؟ مظلوم؟ كل مرة بتقف فيها قدامي بتقول انا مظلوم. انت سيبت الاتوبيس واشتغلت سواق تاكسي ولا ايه؟ لا يا سعادة البي، شغل التاكسي دي شغلة اضافية بعملها في وقت فراغي.
سعادتك عارف ان المرتب بعد الخصومات ما بيفضلش منه حاجه. لانك بتدفعه نفع لمطلقاتك يا فرماوي. اديني بدفع الثمن يا سعادتي بيه، بدفع الثمن غالي قوي. تدفع الثمن فلوس غيرك؟ ايه اللي خلاك ما تكسرش عداد التاكسي يا فرماوي؟ الزبون ده يا سعادة البيه نصاب. انا بسالك على العداد مش على الزبون. ما هو الزبون اللي قال لي ما تكسرش العداد، انا صدقته، ما كنتش عارف انه بيخطط لي عشان يجيبني قدام سيادتك دلوقتي. انت بتشتغل سواق تاكسي بقالك قد ايه يا فرماوي؟ مش كتير يا سعادة البيه، هم اسبوعين، بس اوعدك ان انا هسيب الشغلانه دي، شغلانه مش حلوه، شغلانه مش مريحه، مهزقه، انا حاسس ان انا بقيت مش محترم. فرماوي ايه اللي خلاك تسمع كلام الزبون؟ انت مش عارف ان ده غلط؟ عندك حق يا سعادة البيه. لما ارجع اقول الطمع، طمع وحش يا سعاده البيه، هو طمعي في الاول وفي الاخر اللي حاطيني الحطه دي. امرنا نحن اشرف معتوق وكيل نيابه المرور بتغريم المتهم فرماوي مبلغ 100 جنيه. 100 جنيه؟ منين يا سعاده البيه؟ واخلاء سبيله. وحضرتك لسه مش مصدق ان انا مظلوم؟ سواء صدقتك او ما صدقتكش، ما اقدرش اعمل لك حاجه يا فرماوي، القانون قانون. وتدفع الغرامه يا حضرتك انزلك جلسه قدام المحكمه. محكمه؟ لا خلاص بقى اللي تشوفه انت يا سعاده البيه. واقف في المحضر في ساعه الطريقه. ايوه يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ولد. افندم يا ماما. رايح فين؟ وازاي تخرج وانت عيان؟ أنا بقيت كويس دلوقتي يا ماما، بعد إذنك. أعمل لك إيه يا جدع يا سيدي؟ عشان تعمل وياك دي. وأنا عملت إيه؟ الراجل ما ذنبوش حاجة في اللي حصل بناتكم. وبعدين يا بنتي 10 سنين مش عايزين نخسره بعديها. نخسره ولا نكسبه؟ أنا مالي وماله؟ بتحشروني وياه ليه؟ لاني مالي ولي مالك. عمايلك دي هتخليك تخسري حتى ولدك. ولدي؟ وانا لسه هخسره؟ ما انا خلاص خسرته وانت السبب يا امي. انا يا بنتي؟ ايوه انت. دايما تتدخلي بيني وبينه، من يوم ما اتولد لحد النهارده مش مدياني الفرصه اربيه زي ما انا عايزه. كيف يا بنتي؟ مفيش موضوع بنختلف عليه الا وتأيديه هو. لان هو بيكون على حد في كل مره. لا لا، مرات كتير بهاوده وبعد كده بتحدث معاه وبعرفه غلطه وبخليه يعمل الصح وبرضاه من غير ما بحسسه ان انا متأمرين عليه. يا بنت فوقي فوقي، ولدك كبر وبقى راجل. الكلمة دي بالذات هي اللي هتضيعه. لا، الكلمة دي اللي هتحميه وهتقرب بينك وبينه. لما تحسسيه يا بنتي انه بقى راجل وانه جد في تصرفاته، هيسمع كلامك اكتر وهيحترمك اكتر واكتر. ماما ارجوكي ما تفتحيش عين الولد عليا اكتر من كده، ارجوكي. انا مش ناقصاكي بقى كده، وانا مش ضايقاكي. ايه؟ اسمعي، انا من دلوقتي ورايح عند اخوكي محمد اريح دماغي من الهم اللي عيشتيني فيه 20 سنة وياكي. من يوم جوزك ما فارقك وانا شايله همك وهم الدنيا كلها فوق راسي ومش عاجب. لا انتوا صغيرين مريحين، ولا لما بتكبروا مريحين، ولا حتى لما اتجوزتوا عمالين بتشيلون همكوا اكتر واكتر على دماغي. انا ماشيه. عشان يهربوا يا بنت، بتعطليني عشان يهربوا. ايوه هربتهم عشان هيقتلوك يا فرماوي.
خايف عليا ولا عليهم؟ انا زاجر. عليك يا فرماوي عشان اللي انت شايفه ده يبقى ابنك. ما تيلا يا اسطى. طيب ابني. ايوه يا فرماوي، وسميته فرماوي على اسمك. واي حد قاعد عندك يبقى ابني؟ انا ما جيبش الوزن ده ولا الشكل ده ابدا. ده ابني، ده ابني يا بنت. ايوه ابنك. عارفه انت مش هتبعدي عني الا لما اخش بالاتوبيس في العشه بتاعتك دي اضيعك انت وهي مره واحده، فاهمه؟ حرام عليك يا اسطى، ضيعت شغلنا. قلنا طيب اللي عنده كلمه يلمها، بعدين اجي اولع في الاتوبيس بحاله. ايه رايكم بقى والاتوبيس عطلان؟ ده ابني يا بنت. ايوه. سميتيه ايه؟ فرماوي. يا فرماوي. مش واخد بالي. فرماوي. وكده يبقى المقرر بتاعنا انتهى، وتستعدوا ان شاء الله للامتحانات. يعني مفيش محاضرات تانية يا دكتور؟ لا، النهارده اخر محاضرة. واي حد عاوز استفسار انا موجود في الجامعة كل يوم اربع وسبت. كل سنة وانتم طيبين. حقك عليا يا ماما، انا غلطانه، ما تزعليش مني. هي فاكره انني ماشي ازعل من اللي قلتيه؟ لا، ولدك وانت حره فيه، ربيه زي ما انت عايزه. وبعدين كمان من حق اخواتك اني ازورهم واقعد عند كل واحد فيهم يومين. بعدين انت عارفه انهم واخدين على خاطرهم وعندهم حق. النهارده يعني بصحتي وماشي اقدر اروح لهم، انما بكره يا عالم ما ينضمنش. لو احمد جه وعرف ان انت مشيتي بسببي مش هيقعد. اول ما اوصل هكلمه من عند خاله. طب اقول لك اغير هدومي واجي اوصلك. لا، النهارده اجازتك، وراكي حاجات كتير عايزه تعمليها. اخوكي زمانه جاي. هو انت كلمتيه؟ ايوه كمان. طب يا جماعه ميعاد الورديه قرب، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. سلام. تيجي معايا يا ابو حميد؟ لا انا قاعد شويه. طيب سلام. سلام. طيب احنا عندنا ورديه بقى احنا كمان. بالاذن. ليه ما تخلينا قاعدين؟ يلا بقى يا عم، استنى شويه. يلا يلا. باي باي. باي باي. ايه مالك يا احمد؟ في ايه؟ وشك مش طبيعي النهارده. لا ابدا مفيش. لا واضح انك زعلان مع والدتك. هو ده شيء جديد يعني؟ المهم هتعمل ايه من دلوقتي لحد الامتحانات؟ هعمل ايه؟ طبعا هسافر البلد اتفرغ للمذاكره لحد ما جدول الامتحانات ينزل. يعني مش هتيجي الجامعه لحد الامتحانات؟ احمد من هنا لحد الامتحانات مفيش تفكير الا في المذاكره. احنا في الليسانس، ولا مش ناوي تبقى وكيل نيابي؟ ياه، بالسهوله دي بتقدري تفرقي ما بين المذاكره وما بين حاجات تانية؟ واضح انك ما عرفتنيش كويس. الاربع سنين اللي قضيناهم مع بعض في الجامعه ما قدرتش تعرف اهم حاجه فيا، وهي اني بعرف احدد هدفي وبحب اوصل له من اقصر وامن طريق. وطريقي بالنسبه لك يا مي؟ في شويه غيامه اتعشى منها الزول ونعرف بعض كويس. ايوه، انت ما شفتش غير جانب واحد بس، في جوانب كتير قوي مخفيه انت ما تعرفش عنها اي حاجه. على الاقل جانب اللي خاص باهلي وعلاقتي بيهم. اعتقد ان انا ما اعرفش غير نفس الجانب عندك. الجانب التاني اللي خاص باهلك اعتقد ان انا ما اعرفش عنه غير معلومات قليله قوي. اعتقد ان هي مش كفايه. بس اعتقد ان علاقتنا ببعض او جوازنا من بعض مش محتاجه غير الجوانب اللي شايفينها بس. معنى كده انك بتنكر نظريا علم النفس والاجتماع اللي بيقول ان الاسره والمجتمع بتلعب دور مهم جدا في تكوين البني ادم. في تكوينه ده لما يكون لسه بيتكون. انا جايلك بعد ما تم التكوين، يعني مش مجهول. احنا كده بقى ندخل في مناقشات ونظريات بتتطلب وقت كتير قوي لعرضها. وانا بطلب تأجيل نظر القضية إلى ما بعد امتحانات الكلية. سلام. مع السلامة مي. عيمم، عندنا في البلد مفيش غير عيمم، هيقولكوا بقى تتفرجوا على، تبص تلاقي العيمة ماشية كده وتحت منها الراجل، وعندنا في عز التلج تبص تلاقي راجل لابس جلابية على اللحم، مش ممكن. هي ديتها غدوة ملوحة واحدة بس بيخلص لكم كل الأكل اللي انتوا عمالين تخلوه طول السنة، هيضيع عليكم الجمعة والأجازات وشم النسيم. ياه، مادام أهلك بيحبوا الملوحة بالشكل ده، إيه رأيك لو نتفق على فرحنا نوزع فيه علب علب؟
علب الاطفال علب سردين، وعلب الكبار علب بلوح، اما العواجيز بقى بسيخ عشان طري عشان سنانهم. عزيزه خللت لي مخي يا عزيزه. ابوك لسه نازل واخد عهدته ونزل. قابلته؟ لا انا جيت من الشارع اللي وراني، خفت لا يقابلني ياخدني معاه في الاتوبيس ينفذه. طب اطمن اهو قدم على اجازه عشان مذاكره والامتحانات وهيقعد لك. اشمعنى احنا بنخليه يروح المدرسه وفايت الامتحانات وهما ياخدوا اجازه قبلينا؟ يا حبيبي عشان هما دروسهم صعبه قوي ولازم ياخدوا وقت عشان يعرفوا يذاكروا. يعني ايه احنا درسنا عوانطه؟ الواحد هيغلب معاك يا ابن بنتي، لكن تعالى قول لي هنا، انت ايه حكايتك معايا ومع جدك من امبارح يا واد؟ حكايتي؟ ليه بتكلم جدك النهارده الصبحيه بالطريقه دي؟ هو في ايه؟ هو جدي ما قالكيش؟ على ايه؟ على اللي حصل لهم في مشوار امبارح. مشوار ايه؟ المشوار بتاع خطوبه ابن واحد صاحبه. قال لي، وعرفت انهم رفضوه. وعرفت مين صاحبه اللي كانوا رايحين يخطبوا لابنه؟ لا. ولا مين هو العريس؟ برضه لا. ده اتضح ان العريس صاحبي انا كمان. صاحبك؟ الروح بالروح، وابوه كمان الله يرحمه كان صاحبي. الله يرحمه؟ هو ابوه ميت؟ هو جده قال لك ان ابوه عايش؟ لا ما قاليش حاجه جده. خلاص اساليه، لو قال لك ان هو ميت يبقى هو اللي انا قصدي عليه، لو قال لك ان هو عايش يبقى مش هو. انتوا ايه حكايتكم معايا؟ الله، هي مالها متعقده كده ليه؟ جدتي ماما فين جدتي؟ راحت الويلي عند خالي. يعني اروح اجيبها ولا خالي هو هيجيبها؟ يمكن تبات. يمكن تبات ولا فعلا حبات؟ مش عارفه. مش عارفه. الو، ايوه خالي، فين جدتي؟ لا طبعا، كنت هسلم على حضرتك الاول وعلى مرات خالي، بس فين جدتي؟ يعني لما حضرتك جيت هنا كنت جاي تاخدها توصلها لمحطة القطر؟ طب متشكر يا خالي، مع السلامة. هي راحت الصعيد؟ ايوه. تعملي ايه يا ماما؟ هطلبها في البلد. هي لحقت توصل؟ مالك يا فرماوي؟ مفيش. مفيش ايه يا راجل؟ امال ما بتاكلش ليه؟ نفسك مش مفتوحة ليه؟ ان شاء الله ايه اللي قدامي يفتح النفس علشان نفسي تبقى مفتوحة. يا راجل قول الحمد لله، ما عندك لحمة اهي ورز وبامية وسلطة وعيش وفلفل اخضر وبتنجان مخلل. وعاملة ده كله ليه ان شاء الله؟ حد قالك ان انا مسعور؟ زعوا في النشر ان انا مفجوع. يا ساتر عليك، ما بقتش طايق لي كلمه. جرايه يا راجل، ولا لقيت السته وناوي تتجوز يا فرماوي؟ جرايه يا فتحيه، وانا يعني لو لقيت السته وناوي اتجوز حضرتك ممكن تمنعيني؟ لا يا اخويا ما منعكش، براحتك، بس لازم تعرف بقى ان مش كل الطير اللي بيتاكل لحمه. انا حامل يا فرماوي. نعم يا اختي؟ حامل ايه؟ ما تعرفش حامل يعني ايه؟ انتوا ايه حكايتكم معايا النهارده؟ حكاية مين تاني يا راجل؟ إذا كنتوا فاكرين إن انتوا بحكاية العيال دي هتقدروا تربطوني تبقوا غلطانين، أنا لا يهمني عيل ولا 50 عيل ولا مدرسة عيال بحالها، طب ما الأولانية يا أختي كانت مخلفة عندها 2، الواد سيد والبنت أوسة، مع ذلك لما جت محطتها نزلت، ولو ما كانتش نزلت بالزوق كنت هنزلها، لا كنت هزقها، وكان ممكن تيجي تحت العجل. أنا كده بقى، أنا كده وطبعي كده، اللي تيجي محطتها لازم تنزل بالذوق، لو ما نزلتش بالذوق هتنزل بالعافية،
حامل؟ حامل ازاي يا فتحية؟ احنا مش متفقين يا بنت. انت مش عايز مني خلفه يا فرماوي كده؟ وابو كده كمان. عارفه يا بنت، انا يوم ما اتاكد انك حامل فعلا هقول لك انزلي، لو ما نزلتيش هنزلك بالعافيه. هتنزلي ولا لا يا بنت؟ هنزل يا فرماوي، بس قبل ما انزل بقى لازم اربشك في حيطه وما بقاش فتحيه اللي ما عملتها يا فرماوي. ماشي، وانا ما بقاش فرماوي اللي ما لبستك طبق الرز ده في وشك. انت بتهديني يا بنت؟ مساء الخير. مساء الخير. بقالي كتير؟ لا مش قوي. اعمل ايه؟ ما لقيتش طريقه افهمك وجهه نظري غير ان احنا نتقابل هنا. انا لسه في ناس، انا مش محتاج ان انا اعرف وجهه نظرك، انا عارفها كويس. انا كنت محتاج ان انا اعرف وجهه نظر اهلك، واعتقد ان انا عرفتها. وانا كنت عارفاها وكان ممكن اقولها لك، لكن كنت هخسر اهم حاجه في حقي، انهم يشوفوا الانسان اللي انا اخترته على طبيعته ويعرفوا ان رايي ما كانش مجرد طيش او عاطفه. انا ماشي وموقفهم زي ما هو الرفض. فرق كبير جدا بين الرفض قبل ما يشوفوك وبعد ما يشوفوك. الرفض في الحالتين يعني عدم قبول الدعوه. الرفض الاولاني كان هيبقى خلاص نهائي، لكن الرفض دلوقتي يعني مؤقت. بلغه المحامين في استئناف. استئناف؟ لان في تحولات حصلت جواهم بعد ما شافوك. طبعا ما اقدرش اقول ان كلهم بدرجه واحده، لكن يعني ما بقاش رفض نهائي، بقى في ثغرات في حائط الرفض بتاعهم نقدر نستغله في الخطوات اللي جايه. هو لسه في جايه؟ مش بقول لك في استئناف ولا ايه؟ انت قررت الانسحاب من القضيه؟ لا طبعا، مش قضيتي لوحدي، دي قضيتنا احنا الاثنين. عشان كده انا اجلت اي حكم لغايه ما اسمع وجهه نظرك انت كمان. وديني اديتك وجهه نظري، ايه رايك بقى؟ افهم من كده ان في محاوله تانيه حتم؟ بس مش دلوقتي. امال امتى؟ بعد امتحان الليسانس بتاعي، دي اهم حاجه عندي دلوقتي، لازم تركز عليها. وهعرف معزتي عندك قد ايه، يعني حسب التقدير، جيد، مقبول، جيد جدا. طمني، انا مذاكر كويس قوي وهضم المواد لاني بحبها، واللي بيحب حاجه بيقدرها ويفهمها بسهولة، مش كده؟ كده. على فكرة الأسبوع الجاي هرجع لوردية الصبح. فايق ورايق، بتضحك على إيه يا أخويا؟ ربنا يروق بالك توتر، عاوزه تعكنيني عليا ليه يا نظيره؟ انت اللي عاوز تعكنن عليا. انا عكن عليكي يا بنت؟ ده انا نفسي اخدك اوديكي عند الكوفير تعملي شعرك وترجعي عروسه غنطوره. انا مش عارفه انت طلعت مزين ليه؟ ما كنت تطلع خطبه احسن. نظيره، مين بقى العريس اللي طلع صاحب ابراهيم وابوه كمان الله يرحمه طلع صاحبه؟ تتكلمي عن مين يا نظيره؟ العريس اللي رحت تخطب له. يا ساتر على الركومه، هي باظت. ربنا يقدرك على غيرها وغيرها، ما هو الباب قصد الباب. قصدك مين يا نظير؟ ام احمد. مش غرضك تخطبها لجابر؟ انا عارفه مش هيهدى لك بال الا لما تجوز ام احمد لجابر. نفسك تجيب مرات اب للواد، بس ساعتها بنتك وابنها هيبقوا ذنبهم في رقبتك. ذنبهم يبقى في رقبتي لما اكون بعمل لهم حاجه غلط تغضب ربنا؟ اتفضل يا استاذ. تشكر يا نزار. الهي يخليك ويخلي ابنك ويعمر بيتك يا رب، تخليه يبعد عن طريقي وطريق العيال دول. والله كان في نافوخه اكلمه يا نزار. على العموم هو ورديته الصبح مش كده؟ ايوه يا اخويا. خلاص انا في يوم اجازتي هروح اكلمه بالليل. بس لازم تفوت عليا قبل ما تروح له. خير؟ ايوه يا عم حسنين.
بقول لك انا موضوع الشقه صرفت نظر عنه خلاص. لا يا عم حسنين، انا موضوع السفر بتاعي اتلغى وهتجوز في الشقه دي. يا استاذ طارق، انا وصلت مع الزبون ل 120,000. هو شافها؟ ايوه عجباه جدا، وعنده استعداد هو يخلص دلوقتي. دلوقتي دلوقتي؟ ايوه ايوه، منتظر مني تليفون. انا ورديتي فاضل لها نص ساعه بالظبط، يعني بالكثير ساعه وهكون عندك. طيب طيب، مثلا ايه يا طارق؟ في ايه؟ ولا حاجه. المهندس اللي اتفقنا معاه عشان يوضب الشقه بالمواصفات اللي انت عايزاها بيتدلع، رفع السعر من 22,000 ل 30,000، يعني 8,000 جنيه مره واحده. بقول له ليه يا باشمهندس؟ يقول لي الاسقف المعلقه سعرها تضاعف. انا هاخد اذن واروح اتصرف معاها. طب ما تستنى اجي معاك، الورديه بقى عليها نص ساعه وتخلص. تيجي معايا فين يا نرمين؟ انت تستني هنا؟ احنا اتفقنا ولا شفنا هيعمل ايه؟ وبعدين بقول لك خلي الكروت دي معاكي، عشان الكروت اللي معاكي اكيد خلصت. الطياره زمان نزلت الركاب على وصول. انا عارف ان انا لو اتاخرت انت هتسيبني. ها، باي باي دلوقتي. يا اختي ما تخافي تفتح الباب. ما تقوم انت يا راجل، ولا ايه بتوفر صحتك؟ اه لازم اوفر صحتي، انا ورايا معارك داخلها، يبقى لازم اوفر صحتي. قوم افتح الباب. اهلا. مساء الفل يا ست فتحية. اهلا يا سيجابر، اسعد مساك يا اخويا، اتفضل. مساء الخير يا صفرماوي. اهلا، ازيك يا جابر؟ ازاي؟ ما تجري يا بنت، انت تخش على المطبخ خلص اللي في ايديك، اجري. اتفضل يا جاد. تشكر. يا ساتر. اهلا ست رمية. الاستاذ طارق موجود؟ ايوه موجود، اتفضلي. اهلا نرمين. ازيك يا طارق؟ ازيك انت، عامله ايه؟ طمني، عملت ايه في الشقه؟ لا الشقه انا بعتها. ايه؟ بعتها يا نرمين. الديكورات اللي حضرتك طالباها مش هينفع تتعمل، لانها هتتكلف ضعف ثمنها. وقال لقيت زبون جاهز ومستعد يدفع على طول، قمت مخلص معاه. بكره ناخد شقه وناسسها على مهلنا من اول وجديد. يعني انت ما كنتش رايح لمهندس الديكور؟ لا يا نرمين، ما كنتش رايح لمهندس الديكور، لاني لو كنت قلت لك الحقيقه يا نرمين كنت هتوقفي لي الشغلانه. في حاجه ثانيه يا نرمين؟ والفلوس وديتها فين؟ في البنك طبعا. في حسابك؟ هو انت عندك حساب في البنك؟ كنتش اعرف الحكايه دي. في ايه يا نرمين؟ خايفه من ايه؟ حاجه ساقعه يا ام عبده. طارق، لازم تعرف ان الفلوس دي مش فلوسك لوحدك، انا ليا فيها زي مالك بالظبط، وانت عارف جمعناها ازاي؟ من الشغل ومن السواح ومن الجمعيات اللي عملناها. ده انا بعت لك فيها شبكتي. طب وايه اللي حصل؟ شقه اشتريناها ب 70,000 جنيه، صرفنا عليها 15، بقيناها ب 120,000 جنيه، يعني نقدر نجيب احسن منها في اي مكان. واللي هتجيبها دي هيجي لها زبون طبعا احسن، ويدفع فيها اكتر، ونجيب اللي احسن منها، وبعد كده طبعا نتحول لسماسره، ونستخسر في نفسنا، زي بالظبط صاحب اجنس السيارات، كل يوم بيركب عربيه لكن ما عندوش عربيه ملكه. وماله؟ ما دام بتجيب قرش زياده يبقى على البركه. اه. ونفضل طول عمرنا نجمع في فلوس، وفلوسنا تكبر، وعمرنا كمان بيكبر، لغايه ما عمرنا يخلص وما نستمتعش ولا بقرش واحد. جري يا عم جابر، انت هتشغل لي. الله الله، بالراحه بس، مش قدام ابنك. يا سلام، جاي كامل لعبتها عليا انت راخر. الله، وهي بتلعب عليك ليه؟ ما هو متهيألها انها بالحركات دي ممكن انا ارجع لها. يا فرماوي يا فرماوي، دي ست غلبانه، ده حتى هي قرفت من الجواز. طبعا انا عارف انها قرفت من الجواز، عاوزه تفضل كده براحتها. انا عارف. انت عايز منها ايه بالظبط؟ لازم تسيب المخروب اللي هي فيه وترحل، يا اما هولي عليها فيه. يا عم الله يخليك، ده اجل عيشها وما لهاش باب رزق غيره. تشوفه في حته تانية يا اخوي. يا سلام، ما سبعت كلامك وراحت رمسيس لما اتجوزتها. حصل ايه يعني؟ طلقتها، انت رميتها والحكومه رميتها، على الاقل هنا الناس عارفاها. ايوه، عشان بيقعدوا يهزروا ويضحكوا معاها. اه قول كده بقى، انت لسه بتغير عليها. اغير؟
غير ايه يا عم جابر؟ هي لسه على ذمتي عشان غير ايه؟ انا انت عمال تبص لي كده ليه؟ مالكش دعوه بالواد، بس مالكش دعوه. انا غير عليه. انت خايف لا تبوح لسرك لعمال الجراش؟ تبوح ما باحت يا سي جابر، باحت وفضحتني واللي كان كده. انا مش فاهم يا جابر، انت بتنخور ورايا ليه؟ تنخور؟ بعد السنين دي كلها بتقول لي تنخور؟ ماشي يا فرماوي. بص بقى يا فرماوي، مالكش دعوه بنزاجها، البت غلبانه ومفيش داعي نقطع عليها في لقمه عيشها. الله الله الله، انت جاي تهددني ولا ايه يا عم جابر؟ بقول لك ايه يا فرماوي، انت عارفني كويس، انا لا احب افتري على حد ولا حد يفتري عليا، ولا احب الافتراء من اصله. يا سلام، يعني انا بقى مفتري؟ بقول لك ايه، انت عارفني زي القطر، في رايي لا يهمني صحوبيه ولا اخوه. الواد ده مش عايز تصرف عليه ماشي، بس تقف لها في لقمه عيشها انا بقى اللي هقف لك كده. طب ايه رايك بقى نقص المشاكل اللي عاملاها معايا من تحت راسك انت يا عم جابر؟ عشان خاطر الحراميه اللي اوياهم عندها، الحراميه اللي خرجوا عليك ضربوك وادوك المستشفى، وانا اللي اتعرضت لهم، انا اللي عرضت حياتي علشانك انت للخاطر. جاي انت دلوقتي تفرض عضلاتك علشان خاطرها عليا انا؟ صدقني يا فرماوي، ونزاجة بتعمل كل ده عشانك انت. العيال دول صيع بيقعدوا على القهوه وبيشربوا مشاريب من غير ما يدفعوا ولا مليم. هي حطاهم تحت عينيها عشان لما يعملوا حركه كده ولا كده يبقوا تحت تصرفها وتقول لك. منعهم بايه يا اخويا؟ بكلامها الناعم ولا بضحكتها الملعلعه؟ نزاجة طول عمرها بتضحك وسط 100 زبون، محدش يقدر يقول لها حاجه، الكل بيعملها بادب، محدش يقدر يرفع عينيه في حركه كده ولا كده، لانه عارف هيحصل له ايه؟ صينيه مشاريب هتلبس في دماغه، وانت عارف كده كويس، ولا فاكرني نايم على وداني؟ يعني نزاجة لو ما كانتش بنت شهمه وجدعه، ما كنتش اتجوزتها. انا عارفك يا فرماوي، انت راجل وراجل جدع قوي، يعني لو ما كانتش ماشيه على الصراط المستقيم، ما كنتش هتتجوزها. انا عايزه اخلم. حاضر حاضر يا سي فرماوي، حاضر. عينيا لما نشوف الفرماوي الكبير هيقول ايه. سلام. اتفضل يا عم. شك. يلا طارق، من فضلك ما تتاخروش، المره اللي فاتت كنت على اعصابي. لازم تعرف ان عمك مش بتاع سهر. نعم، يعني ايه مش بتاع سهر؟ عجزت ولا حاجه؟ من فضلك يا ست حفيظه، كل واحد يتكلم على قد سنه. يلا يا ابني. طمني يا طنط. مش مرتاحه لخروج بابا مع طارق. ليه يا صافي ناس؟ يعني طارق ده كل علاقاته لازم بتدور على البيزنس. قولي لي بقى ايه المبرر ان ياخد بابا يسهره ويعشيه وللمره الثانيه في اسبوع واحد؟ ليه؟ ايه المبرر؟ مبرر ايه يا صافي ناس؟ يعني اكيد وراها منفعه. وفيها ايه لما يكون وراها منفعه؟ نعرف ايه نوع المنفعه. بس باباكي ما قاليش ان في شغل بينهم. بس طارق قال. الله، يعني باباكي كان مخبي عليا، دي اول مره يعملها. ما هو اصل في حاجات جديده لخبطت كيان البيت كله وبعدت بابا عنك. تقصد جابر يا ماما؟ نخيت يا سبعي. نخيت يعني ايه؟ يا اخويا نخيت. اول ما شفت الواد عينك ما نزلتش من عليه والدمعه كانت هتفر من عينك. قصدك الواد ابني؟ ابنك دلوقتي بس يا فرماوي عرفت انه ابنك؟ اعترفت بيه؟ ليه؟ وانا كنت انكرته قبل كده؟ انا عمري ما انكرته،
وعارف انه ابني ابن نزاجه اللي انا عارف اخلاقها طول عمري، وعارف كمان انها زي الجنيه الذهب اللي تقف وسط مليون زبون ومحدش يقدر يرفع عيني فيها. حنيت يا سبعي؟ ايوه حنيت، حنيت يا فتحيه، لانه ملوش خير في قديمه ملوش خير في جديده، وانا راجل ابن اصل واعرف الاصول، واعرف الاصول كويس قوي كمان. طب يا اخويا لما انت اصيل كده مش المفروض لما تعرف ان انا حامل تقوم تفرح وتفرحني، مش تشخط فيا وتتخانق معايا؟ انت بتكرهني، قول بقى انك بتكرهني. لو كنت بكرهك ما كنتش اتجوزتك. ما انا عارفه انت اتجوزتني ليه. ايوه عشان اختي فريال، الحبيبه الاوليه، الحبيبه اللي ما طولتهاش. قلت ما طولتش فريال، اهي موجوده اختها. فتحيه اعملي معروف، انا محتاجك، محتاجك جنبي يا فتحيه. محتاج لي جنبك؟ اصل نسوان القدام كلهم يطلعوا لي اليومين دول واحده ورا التانيه، عاملين زي الضوافر، عاوزين ينهشوني يقطعوني. حتى انت. انا؟ ايوه انت، انت يا فتحيه طلعتي باكبر ضوافر. اعملي معروف يا فتحيه، انا مش ناقص، خليكي ايد تسند ظهري. ما انا خايفه يا اخويا تديني ظهرك عشان اسندك تكون بتخفي عن عينيا اللي انت بتعمله. خلاص يا توحه، نعمل اتفاقيه جنتلمان. يا لهوي جنتلمان، عايز تسجني يا راجل؟ عايز توديني اللومان يا فرماوي؟ لومان؟ مين جاب سيره اهو ده عيب الجهل. الوحيده اللي انا خدتها متعلمه مسز عفيفه. انا يا اخويا لو كنت متعلمه ما كنتش اتجوزتك. عندك حق، خلينا في المهم. انا اشرح لك، اتفاقيه الجنتلمان دي اتفاقيه ناس ما يغدروش ببعض، ما يتامروش على بعض، بيبقى قلبهم على قلب بعض. فهمتي؟ بتقول الكلام ده لفتحيه يا فرماوي؟ قوله لنفسك، ده انا كنت عيله صغيره وكنت بتجيب لي الشوكولاته والمصاصه. ده انا ما حسيتش فرق السن اللي بيني وبينك اما طلبت انك تتجوزني، ولا الجوازات اللي انت اتجوزتها قبلي. ليه بعد ده كله تكلمني عن الغدر واللي بيغدره؟ لعلمك يا فرماوي، اخويا هو اللي اشترى عفش نجيه. ايوه اشترى من عبده دياب اللي انت بعتهوله، وكسب من اخويا 200 جنيه، والعفش زي ما هو موجود في شقه اخويا. عارف هو عمل كده ليه؟ عشان شفناك بعينينا وانت بتسرق العفش منها وبتتبلى عليها. خفت، هو كمان خاف، خاف عليا وعشان كده اشترى العفش، عشان يبقى حمايه ليا لو حس منك باي غدر. لان النيابه لو شافت العفش يا فرماوي هتعمل لك قضيه على طول. يا الضوافر اللي عماله تطلع لي من كل حته. الضوافر دي انت اللي بتطلعها، امشي كما يرضي الله وهتشوف الضوافر دي ان ما كانت هي اللي تساعدك ما بقاش انا فتحيه. فتحيه اظهر جوازاتك واكبره متوحه. صدقينا فتحيه، انت الوحيده اللي قدرتي تحطي خنجر في ظهري، شلتيني، خليتيني واقف ثابت كما كنت، لا قادر ابص يمين ولا شمال، لا قادر اجي كده ولا اجي كده. خلاص هتوحى. ماشي يا فرماوي، اعمل بقى الاتفاقيه اللي انت قلت عليها. اه اخلص لي، والخنجر اللي انت بتتكلم عليه اقتل بيه الشيطان اللي في نافوخك عشان نافوخك ينور. ماشي يا توحى، وادي ايه ده؟ يا فتحيه يا فيها ايه؟ احسن تكون مخبي لي فيها حاجه يا اخويا. يا بنت صدقيني دي اتفاقيه جنتلمان. ايه يا فتحيه؟ وانا ادعي اما اشوف اخرتها معاك ايه يا فرماوي. ماشي. نزاقة نزاقة يا حبيبي، اول مره يغيب عن عينيا وانت الوحيد اللي اقدر اقتملك على ابني. ربنا يخليهولي. الله يخليك. ها طمني، عملت ايه مع ابوك؟ كل خير يا نزاقة، انت عارف فرماوي قلبه طيب وانت ادرى بيه مني. ده محتاج جبال صبر وهصبر عليه. ها قال لك انه مش هيتعرض لي؟ ما تهياليش، خصوصا بعد ما شاف فرماوي الصغير. ما كلموش؟ ما تحكش معاه؟ ما عرفش من ابوه؟ احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي انه يعرف ان عنده ابوه عشان قلبه يحن، وانت عارفه بقى فرماوي لما قلبه بيحن ممكن يضحي باي حاجه. شوفي عمل معايا ايه عشان الحراميه. ربنا يطمن قلبك. اللي هيفضل طول عمره ابنه. ربنا يطمن قلبك يا رب.
بس بقى اهم حاجه انا زاجه اخلصي من شويه العيال الحراميه اللي بيجوا يقعدوا هنا. حاضر، مع ان شوكتهم جامده، ربنا يقدرني عليهم. تحب ابلغ عنهم؟ لا مش وقته، انت ناسي ان انا معايا عيل صغير وما يعرفوش ان ابنه فرماوي؟ لا ابعدوا انتوا عنها وسيبوني انا، انا هتصرف. يعني مش عايزه اي حاجه؟ عايزك طيب ويبارك لك في ابنك يا رب ويبعد عنك كل راضي. صباح على خير. وانت من اهل. صباح على خير يا اسطى فورم. خلي بالك، خلي بالك من امك كويس، واقفل بقى زرار القميص وما تعمليش زي ابوك، ما تتجوزش زيه، فاهمني؟ انت بص فين انا اهو. طب عقلك عايز نقطه. مع السلامه. طريق السلامه. حبيب امك. يدخل عصام في ثورة عارمة. يدخل في ثورة عارمة. وهو يحدث خطيبته هناك. لا ايوه انت غشاشة. انت غشاشة. انت بتستحقيش حبي. حبي فتصرخ فيه نجلاء. نجلاء حب ايه اللي انت خانقني بيه ده؟ حب ايه اللي انت خانقني بيه ده؟ بي 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 ده. انا ما تتفهمش. مش كفايه العيشه اللي انت معادني فيها وقرف اخواتك يا وجدي؟ الجملة دي في السيناريو؟ هو ايه اللي في السيناريو؟ قرف اخواتك دي؟ وجدي! امال مش عاوزة وبعدين معاك يا غريب؟ ده أكل عيش. نافوخ نافوخ يا ناس. وبعدين الفيلم رومانسي عايز هدوء. يا وجدي وجدي! مش انت وجدي؟ ايه يا غريب؟ ايه اللي وجدي وجدي؟ انت مزعل ايه؟ انت هتقفل الورشة دي امتى؟ لما تبقى تقفل السينما الصيفي بتاعتك دي. هقفلها واروح فين؟ انام؟ طب انام ازاي والدق ده شغال من المغربيه لحد الساعه 2 3 الصبح؟ الدق اللي مش عاجبك ده يا استاذ هو اللي بيخليني اسدد الاقساط اللي عليا، هو اللي بيخليني ادفع نص حق الكهرباء ونص الغاز ونص الميه وكل المصاريف المطلوبه مني في البيت. ولا انت تكونش فاكر ان الماهيه بتاعتي على بتاعتها هتخلينا نسدد الحاجات ديت. لا يا استاذ، الماهيه بتاعتي على بتاعتها يا دوب تكفي الاقساط اللي عليا، ولازم تستحمل الوضع ده لمده سنه كمان. سنه؟ سنة كمان في الخلطبيطة دهية؟ لا ده انا هدغدغها لك. استنى يا غريب، انتوا ايه اللي قررتوا يا ناس؟ انتوا ناسيين انكم اخوات. شايفة بتغزني ازاي؟ اوه يا هدى يا هدى. مش انت كنت موافق على كده؟ يا هدى يا هدى، يعني ما انتش سامعه الحريقه اللي بره دي؟ الحريقه اللي بره دي اهون عليا من الحريقه اللي هيعملها صاحب السيناريو ده بكره لو ما استلموش. وبعدين احنا قلنا له ان خلص وديناه يتراقب وعملنا منه اربع نسخ وهو لسه مرمي هنا وسط 20 سيناريو غيره. طب يا حبيبتي ممكن تعملوا الحاجات دي بره في المكتب عندكم؟ يا ابله فهمين، ممنوع ممنوع نعمل شغل خاص في مكاتب الحكومه. وبعدين احنا المفروض بناخدها منهم جاهزه مكتوبه علشان تتراقب، يا تتقبل يا تترفض. يعني ممكن يعملوا لنا مشكله لو عرفوا ان احنا بنكتبها وان احنا اللي بنبعتها، ودي فيها قوالين كتير. التلفزيون ايه اللي بتتكلم عليه؟ ما طول عمره متلقح قدامي وطول عمرك بتزورني. شفتني قاعد قدامه كام مره؟ انا كل ما اجي الاقيك قاعد قدام التلفزيون. عشان بتيجي يوم جمعة ساعة غدا يبقى شيخ الشعراوي شغال أو ماتش كورة، كل ده وإحنا قاعدين بنتغدى بظروفه. يعني يعني إيه بقى وإحنا قاعدين بنتغدى دي؟ إحنا الأربعة. إيه بس يا هدى رايحة فين؟ رايحة أشوف مين الأربعة اللي الأستاذ بيتكلم عنهم. هو في أربعة غيرنا؟ إحنا الأربعة من قبل ما يتجوزك وإحنا أربعة، من وهو خطبك وإحنا أربعة. يا استاذ غريب ما تنساش ان انا بدفع 20 جنيه كل شهر من قبل ما اتجوز، يعني الحساب بالنص. 20 جنيه ويجيبوا ايه ان شاء الله 20 جنيه؟ الله، دول ما يجيبوش كيلو ونص لحمه. لحمه؟ كل شهر جابر بيجيب لي 4 كيلو لحمه، ده غير الفاكهه. ايه يا جماعه؟ اتنين اخوات متجوزين اتنين اخوات ويبقى حالهم بالشكل ده؟ دي خبطه ابراهيم. اتفضلوا الشاي، اتفضلوا.
ادي الجمل وادي الجمال. احنا كده بقى لمؤاخذه بره اللعبه دي. ده يا جماعه ثروت بيه اللي انا كلمتكم عنه، ده وكيل وزاره الري ومصلحه المساحه سابقا. المساحه ورسوم الطبوغرافيا. يبقى كده الواحد يشتري الارض اللي هو عايزها وفي الحته اللي تعجبه وقلبه جامد. طبعا الله، ده ثروت بيجيب لنا جميع خرائط البلد، بيوتها، شوارعها، حواريها، لو عايزين كمان الشقق واسماء الناس اللي ساكنين فيها يجيبها لنا في غمضه عين. لا 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 مش قوي كده، يعني حكايه الشقق دي واسعه واساميها، انما انا ممكن لو عايزين اسم اي شقه بساكنها وشاغليها انا اقدر اجيبها من المحافظ، اصل انا والمحافظ كده. طبعا اكيد تعرفوا بعض، المحافظ على درجه وزير وحضرتك وكيل. يعني فاضل له تكه. نتكلم في المهم، الاراضي اللي انتوا عايزينها موقعها فين ومساحتها قد ايه؟ راضي بيه عايز حتتين ارض في 6 اكتوبر، واحده في الحي المتميز عشان يعملها فيلا، والتانيه في المنطقه الصناعيه عشان يعملها مصنع. يا ريت الفيلا تبقى قريبه من مدينه الفنون، على الاقل الواحد يحس انه قريب من الفنانين. راضي بيه طول عمره غاوي فن، ده لولا الظروف كان زمانه ولا اسماعيل ياسين. ياس بس يا ريت يكس شويه. اما بقى نظمي بيه فعايز 2000 متر سكن واسطبل لتربيه الخيول في مدينه العاشر من رمضان. ولو المساحه اكبر هيكون افضل. الله، هو انتوا ما شفتوش الارض لسه؟ لا لا لا، ما الارض عندي انا وهم شافوها وعجبتهم وكله تمام، وانا هجيب لحضرتك البيانات عشان تشوف لنا خريطه الحدود بتاعتها وايه اللي متسجل منها وايه اللي لسه ما تسجلش. ماشي، يبقى نعمل كده ونبعت المساحين والقياسين باجهزتهم علشان يرفعوا المقاسات والبلانشيتا. برانشيتا؟ بلانشيتا بالله مش بالله، على كل حال ده مصطلح هندسي ما يجبش انك تعرفه، خاص بينا احنا. هي تحب امتى نبعت المساحين والقياسين يرفعوا مساحه الارض؟ نروح امتى؟ يعني انا بقول تدوني فرصه قد يومين ثلاثه، هعمل اتصالاتي واخد ميعاد مع رئيس الجهاز. المهم دلوقتي يا جماعه، تحبوا نتعشى هنا ولا نتعشى في اي باخره بره؟ لا 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 لا، خلينا هنا، لسه هننزل نركب العربيات وننزل من العربيات ونطلع الباخره ونطلب العشاء، وعلى ما يحضروه يكون واحد اغمى عليه وقلبه صيف في صدره. قصدك قلبه سقط في كرشه. العشاء يا ام عبده. اهلا وسهلا يا جماعه، نورت. يا اهلا يا اهلا يا ابو جابر. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا ابراهيم؟ كان وحشنا قوي يا واد قوي. اهلا يا اهلا. ابراهيم يا شاي. بطل رمادة يا ولد، يا ولد مش هتبطل دي ابدا، اصبر شوية. يعني انا الوردية بتاعتي بقت الصبح، فقلت بدل المذكرة ما تاخدني اجي هنا اسلم عليكم الاول. منورين وربنا يديم السعادة يا رب. يا رب. الله عليك يا اخوي. الشاي ابو حليب ده بتاع ابراهيم. لا 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 لا، ما عملتيش شاي بحليب لوجد اخويا ليه؟ لا ما هو الشوية اللي فاضلين هخليهم للفطار للصبح. يعني صبح ايه وفطار ايه وبتاع ايه؟ وجد اخويا شقيان ليل ونهار، والشاي السادة ده يحرق دمه. قومي هاتيله شوية حليب وانا الصبح ربنا يعدلها. انا هبقى اروح اجيب شوية حليب. امال فين المروحة اللي جابها لك ابويا؟ هي باظت ولا ايه؟ هي لحقت تبوظ. لا يا حبيبي ما باظتش ولا حاجة، دي لسه زي ما هي. طب ما تجيبوها يا اخوانا بدل ما الدنيا نار كده. الله، بطلوا بخل بقى. بتعمل ايه عندك يا شقي؟ حط الفيشة يا عم، حط الفيشة. وريني كده يا حبيبي. هي دي المروحة اللي جبتوها في مروحتي؟ ايوه هي دي اللي انا خدت فيها برد. غريبة، دي نفس الماركة. انتوا مش قلتوا انكم رجعتوها وخسرتوا فيها؟ صح ولا لا؟ هي دي مروحتك يا اخويا.
وايه اللي كسرها كده؟ واضح انها مش بالصدفه، اللي كسرها كسرها بغل فعلا. يعني ايه فعلا؟ مش انت اللي خلتني نايم في عز الاياله والمروحه شغاله، ويخلي فوزيه في المطبخ يغفلها ويتسحب ويخش اوضتي يسرق المروحه ويحطها في اوضته. انا ما حطيتش المروحه في اوضتي، انا طلعت المروحه هنا في الصاله، كان عندنا ضيوف والضيوف كانوا غرقانين في عرقها. بلاش دي، بعد الخناقات والخلافات قسمناها تلات ايام في اوضتي وتلات ايام في اوضته، ويوم الجمعه تشتغل هنا في الصاله. اجي اشغلها في التلات ايام بتوعي ما تشتغلش، والتلات ايام بتوعه شغاله فريره. واساله ايه اللي حصل يا وجدي؟ يقول لي انما الاعمال بالنيات، وتاني البيه فاصل فرده من الفيشه بتاعتها عشان ما تشتغلش، وانا مش واخد اخواني. ليه كده يا وجدي؟ مش عارف. مش عارف ازاي؟ ما تقوله على السخان. ايوه هقول له. شوف بقى يا استاذ جابر. يعني عارف؟ ايوه عارف، وعارف كمان ان اللي يقدم السبت يلاقي الحد قدامه. يا استاذ جابر، انا انسان ما بعرفش استحمى الا في ميه سخنه، واشتريت سخان علشان استخدمه. كل ما اجي اخد دش الكرامه تتقطع في الحمام، واخد دش بميه ساقعه ببقى قاعد ارتعش تحت الدش. اول ما اطلع من الحمام الكرامه ترجع تاني. قول كويس الحمد لله، ادخل الحمام عشان اخد بقى الدش السخن بتاعي، الكرامه تقطع تاني واخد دش تاني ساقع. واخيرا اكتشفت ان الاستاذ هو اللي كان بيقطع الكهرباء. الله، السخان بالكهرباء وبياخد نور بالهبل. وبعدين انا ما بستعملوش، انا في عز الشتاء باخد حمام ميه ساقعه. ساعة ما راح يجيب السخان ده قلت له يا وجدي يا اخويا بلاش ابو كهربا ده بيخرب البيوت، هاتوا بالغاز. عاندني وجابوا بالكهربا برضه. ما انا لو جبته بالغاز كنت هتقول لي الانبوبه. بس بقى كفايه، اخويا بقى لنا مده ما شفناهوش، الدقيقتين اللي يجي يقعد فيهم تشيلوا همكم. لو انت فاكره ان انا بالي رايق من ناحيتكم، ولا وثقت في الكلام والوعود اللي انتوا بتقولوها لي؟ بس شايب لبن وشايب حليب والفطار، وروح جيب الفطار وانا اللي انزل اجيب. انا عرفت بس يا غريب دلوقتي انت ليه فقعت الكمساري اول امبارح بالدماغ على الحساب اللي انتوا كنتوا بتحاسبوه. وانتوا يا اولاد ابراهيم الدسوقي. لا لا يا اخويا لا، انا واختي بقى سمنه على عسل. سمنه على عسل؟ طب قولي سمنه على بصل. انت ناسي ان كل ما يجي لهم ضيوف يقعدوا التخان على كراسينا عشان طقمهم ما يتكسرش؟ ولما جالنا احنا ضيوف وقعدوا بالصدفه على كراسيهم تعمل نفسها بتنفض وتجيب التراب عليهم لحد الضيوف ما طفشوا، انت يوميها ما زعلتهاش؟ يا اخوانا بس بقى بس. الله. يلا يا ابني ما خدها معايا يا بابا. لا يا حبيبي خليها لهم للذكرى، زي ما اخترتوا بدايه الطريق كملوا له النهايه. السلام عليكم. الحساب يا بهوات عشان حنشط. خد يا رزاق. مع السلامة يا خالتي اهو. مساء الخير يا نزاقة. مساء النور، الحمد لله على السلامة يا ريس حوفي. الله يخليك. الحمد لله على السلامة يا ريس ناصر. الله يسلمك يا معلمة نزار. مع اننا بقى شطبنا لكن عشان الحباب مش هنشطب. هي تحبوا تشربوا ايه؟ نشرب من دمه. يا ساتر يا رب، هو مين ده؟ احنا لنا بركة غيره، سواء الغفلة اللي هربتينا من عندك اخر مرة كنا فيها. انت نسيتي ولا ايه يا نزار؟ هانسى ازاي؟ ده انا بدعي لكم من نهاريها لحد النهاردة انكم طوعتوني وهربتوا. طب قسما عظما لولا خوفي عليك يا نزاقه لا الحكومه تقفلها لك ما كنا سبناه وكنا قطعناه وصورناها جريمه هنا. وعلى ايه؟ يا ساتر استر يا رب. بس برضه الواحد كان خايف عليك انت يا غلبانه. غلبانه؟ غلبانه والله غلبانه، ده انا مش حمل نقطه دم. وعشان كده جرينا وقلنا هنصطادوا بعيد عن هنا. واصطادتوه؟ يا ريت يا نزاقه، كل وقت وليه أداد. ودلوقتي بيشتغل فترة الصبح، فالصبح دي نتعطل لو حاولنا نعمل فيه حاجة. أنا هستنى عليه شوية أما يستلم وردية بعد الظهر ونصطاده حلواني كده وهو جاي بعد ما يسلم الوردية. والله أنا من رأيي بقى إنكم تلموا الدور بقى ومفيش داعي للون الأخضر ده يا ريس حوفي. لا يا نزاق، هو اللي طلب اللون ده،
ما هو رامى زميلنا الواد سوكا 7 سنين في السجن وكان حيرمي زميله التاني. انا من رايي تقعدوا مع بعض قعده صلح، وهو مش زميلكم اول ولا اخر واحد يتمسك فيكم. ما هو برضه الكمساري بتاعه رقد في المستشفى يجي مود، يبقى خالصين. ولا يا ريس نصر، ما تقول يا اخويا حاجه، خليك محضر خير. الكلمه كلمه الرئيس حوفي، ولا هيقول عليها نمشيه؟ لا يا نزاج، العيال بتوع الخط دول لو شافونا نخينا الواد دون هيركبونا ويدوسوا علينا برجليهم، فلازم ناخد معاه موقف تمام. انت ما تنسيش ان ده الخط اللي احنا بناكل منه عيش، لازم يكون عبره لغيره، والا هنتاكل من الكمسريه والسواقين والناس كمان. شويه يا نزاجه وهنجيب لك خبر. كل ده يا ثروت وانت بره؟ شايف عمايل ابوك يا فرماوي، من يوم ما عرفته وقلبي ما ارتاحش في جنبي يوم، من قعدة الرصيفة لسكن فوق السطوح لنوم الكشاك. يا رب يا رب ريحني بقى، كفاية كفاية يا رب اتبهدل، ريحني بقى. تعبت كتير كتير قوي قوي. اخ اخ يا حفيظة، لو كنت معايا واتفرجت على الاستقبال العظيم اللي استقبلوني بيه. اهلا يا سيادة الوكيل. مرحبا يا معالي الباشا الوكيل. واحد منهم قال لي كان فاضل تكة. تكة؟ اه تكة، وابقى وزير تاني يا ثروت تاني. تصدقي يا حفيظه انت الوحيده اللي مش عارفه امتي، لكن معلش بكره اما الشركه تتفتح والشغل يهل تعرف. وبكره ليه؟ الشغل خلاص هيهل باذن الله. انا من بكره هجيب 3-4 مهندسين و5-6 مساحين 7 وحوالي 20 او 25 قياس باجهزتهم. انت هتفتح مصلحه مساحه ولا ايه؟ يسن ليه؟ وما نفتحهاش ليه؟ ما دام رأس المال موجود والرأس المفكرة في الشغل موجودة يبقى نفتحها، مش مصلحة مساحة وزارة بحالها. شوفي احنا هنعملها شركة عظيمة جدا، هبقى فيها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والعضو المفوض. نعمله رئيس مجلس الإدارة بدرجة ايه؟ بدرجة وكيل وزارة؟ لا، بدرجة وكيل أول وزارة على وش وزير. على فكرة التليفون ده علشاني. ردي بأدب يا حفيظة. ألو؟ ما تجيب يا عم شوية بتنجان زوادة. زوادة يابا، زوادة. زي ما تكون ما بندفعش فلوس. أه؟ قوم بقى عشان نسترزق. ربنا يرزقك يا اسطى. الله يكرمك. أحمد! حسابك يا حماده. نعم يا اسطى فرماوي. حسابك يا حبيبي 2 جنيه. ماشي يا حبيبي، دي واحده بس عشان ايه اللقمه دي تبقى معايا. قوم قوم يا حلاوه. ماشي شفنا يا اسطى فرماوي. هدوم ايه في ايه؟ مكتم يا اسطى. مكتم؟ ايه مكتم ده؟ مكتم يعني جبل المقاطم. جبل المقاطم. انتوا بتدلعوا تقولوا مكتم؟ لا، اسمه جبل المقاطم مش مكتم. الله يجازيك يا خواجه. عموما يا مرحب، اهلا اهلا.
مرحب يا مرحب. حضرتك امريكاني مش كده؟ ما تعرفش انجليزي. دي احنا بس هجيب حاجه من الكشك ده ممكن؟ اتفضل اتفضل. مش عاوزين حاجه اشتريها لكم بالمره؟ ميرسي يا اسطى ميرسي. انا خايف يكون شك فينا وانت عمال تقول له امريكان امريكان والامريكان بيتكلموا انجليزي. صحيح. طب مش كنت تنبهني؟ زي ما بقول لك كده. عرفك ان هم حراميه زي ما انت ما بتقول. انا عارفهم قبل كده بس هم عاملين نفسهم خواجات دلوقتي ولو شافوني هوبت ناحيه الشرطه اللي واقفه هناك دي هيعرفوا ان انا كشفتهم ومش بعيد يعملوا فيا انا حاجه. طب روح انت وانا هتصرف. ايوه حلو قوي. بتصرف بسرعه الله يسترها معاك. يلا يا اسطى. دي واحده بس ناكل. يلا يا اسطى يلا يا اسطى. مام مام لو سمحت. عناية سيادة الأمير. ها؟ وقلت اهو. اتفضل. اتفضل. تمام. الجوازات بتاعتك يا خواجة. باسبورات. ليه؟ ده إجراءات أمن لو سمحت. بس إحنا الباسبورتات بتاعتنا في الأوتيل. ممكن تتفضلوا تستريحوا وإحنا نجيبها من الأوتيل. تفضلوا استريحوا عندنا. المكتب. بتاع اخوكي بعت يقولي له ان انا جرشته له في جراج ورفعته كمان عشان برومه ما تاكلوش لغايه ما يجي هو ويستلمه. انا مش هعتب فيه تاني مش هسوقه تاني. وراي المثل اللي خرج من داره اتقل مقداره. وفين دارك يا اخويا اللي انت خرجت منه عشان يتقل مقدارك؟ وايه دخل كده بالتاكسي بتاع اخويا؟ دار الاتوبيس بتاعي يا بت. عارفه فتحيه انا كنت اركب الاتوبيس ابقى عامل زي الوحش الكاسر. اي عربيه ماشيه في الشارع تخاف تهوب ناحيتي. مش بس العربيات كل الحراميه كانوا يعملوا لي الف حساب يهابوني يخافوا يركبوا الاتوبيس بتاعي. انما شافوني ركبت التاكسي استهيفوني.
السفرة دبي اتنين ركبوا معايا وكان عاوزين يضربوني انما على مين ده فرماوي يا بنت فرماوي ولا يهمني اي حاجة مسكتهم دغدغتهم دشدشتهم وطبعا زمايلهم بقى هيتغاظوا مني يبعتوا اوامرهم عشان كده رحت جايب التاكسي اول حاجة هيعملوها في ايه هيحرقوا التاكسي يا لهوي يا بنت ما تعمليش كده انا اعصابي بايظة انا ناقصك فجرشت او يدششوه يا رب امال انت فاهمه ايه؟ قطعت عليهم خط الرجع، جرش التاكس وهرجع الاتوبيس بتاعي بقى، والراجل فيهم الجدع فيهم قوي 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 يهاوب الاتوبيس، عارفه ليه يا بنت هتوحه؟ اتوبيس لا اتوبيس حكومه، والراجل بقى او الجدع فيهم يخرب ممتلكات الحكومه. تفتكر يا اخويا هيسيبوك؟ وانا ما يهمنيش يا بنت، ده انا فرماوي الاجر على الله، لا سجني يلم ولا اسمي يهم، والخف جسمي كفايه عليا اسمي. اعمل ايه يا توحة؟ انا مكتوب على جبيني افضل طول ما انا عايش احارب المجرمين كل انواع المجرمين سواء المجرمين اللي عاوزين يسرقوا ارض بلدي او المجرمين اللي عاوزين يسرقوا حق الشعب. عرفت يا توحة؟ عرفت جوزك قد ايه مهم وحامي حمى الوطن؟ انت يا بنت هتفضلي بصالي ما تقومي جيبي لوح تلج وحطيه على دماغي، دماغي بتزن. من فضلك هو مش كان في كومساري بيشتغل على نفس الخط ده قبل كده في حضرتك؟ ايوه اي خدمه؟ لا ابدا، اصل كان اداني الباقي من كام يوم وكان في زياده جنيه. والزياده دي بقى له ولا عليه؟ لا ليه؟ لو تحب حضرتك تجيبيه اديه لنسيبه، اصل شغال معانا هنا في الهيئه، انا تحت امرك. هو مش هيشتغل تاني على الخط ده؟ لا هو خد اجازه شهرين علشان الامتحانات، اصل عقبال عندك طالب في الكليه. شكرا قوي. ايه مش هتجيب الجنيه؟ خلي الجنيه معاكي، وانا لما اشوفه هقول له انك سالتي عليه. اتفضلي يا حضرتك. اتفضلي. تأموري حضرتك. اصل احمد من ساعه سته ما سافرت وهو متضايق وزعلان، ومتهيألي ان مذاكرته قلت ومش قادره اكلمه. لو ممكن يعني انك تيجي تذاكر معاه زي قبل الامتحانات زي ما كنتوا بتعملوا، وكمان بالمره انك انت تحاول ان انت تهديه، انت عارف ان هو عينه دي. من غير اي حاجه، انا كنت ناوي اجي انظم جدول المذاكره معاه بعد ما اخلص غسيل. يعني هتيجي دلوقتي؟ حالا انشف ايدي واجي اذاكر معاه على طول وابقى ارجع للغسيل بعد كده. انا متشكره قوي، ولو في حاجه ممكن اعملها انا في الخدمه. انا اللي تحت امرك، احنا شايلينك للعزه الكبير. السلام عليكم يا عم حمد. انا وخليل. ازيك يا بسبوس؟ ازيك انت يا حبيبي؟ ازيك يا محمد؟ اهلا ابو خليل، ازيك يا باشا؟ اخبار الفراخ ايه بالكاكي؟ تمام، سيبينا يا ابو الكاكي، هبعت لك واحد. ماشي. يا ابراهيم.
الله، هو ما صدق ياخد اجازه ولا ايه؟ اهو اهو جاي. ايوه جاي. انت جيت يا ابراهيم؟ واخدت الاجازه الكبيره كمان. النهارده كان اخر يوم في الامتحانات. يا ساتر. المهم عملت كويس؟ جدا. طيب تعالى يا رب. على فين؟ عايزاك في حاجه مهمه. الباب مفتوح، اقفله الاول. لا مش مهم، بابنا احنا كمان مفتوح. تعالى. دلوقتي يا ابراهيم، ها؟ بابا الغلبان بيذاكر مع احمد ابنه. مش معقول ان هو يجي ونخليه يكمل الغسيل، مش حرام؟ عندك حق، بس هو بيحب كده وطول عمره غاوي كده. الكلام ده كان زمان، انما السنه دي مهمه جدا. السنه دي عاوزه تقدير، وانت زي ما انت بتقول خلاص امتحانات. ايه رايك بقى ان انت تحط ايدك على ايدي ونشطب له الغسيل ده كله؟ انا؟ ايوه انت. حاجه بسيطه جدا، هتشيل اللي هنا وتحطه في الطبق ده. يلا يلا يا اخي. يا ريتني ما خدت الاجازه. السبت قانون جنائي ومدني، الحد شريعة، أصول وفقه والأوراق تجارية وشيكات كمبيالات وإيصالات. إيه يا أستاذ مساء الفل، ده أنا سايب شقتي تضرب تقلب وجاي هنا عشان أعمل جدول مذاكرة عندك، فضل عن امتحان 20 يوم. طبعا أنت مذاكر وحاضر المحاضرات والسكاشن. أنا يا أستاذ ميح، بس لازم آخد الليسانس. انت عارف الليسانس ده يهم الناس اللي عندك وعندي. ساعة ما ستي سابت البيت هي خدت روحي معاها، حاسس بفراغ كبير قوي. خلاص روح لها الصعيد، ضيع من وقتك اسبوع ولا 10 ايام وجيبها وتعالى. نروح سوا. ايه ايه يا ربطية، انتوا عاملين مؤامرة عليا انت والواد عباري والبيت مي. بس انا هكبسكوا بقى، انا هبقى اول كمساري يطلع وكيل نيابة. والله يا جابر لو بايدي لخليك وزير عدل. يا عم دي مسؤولية كبيرة، مش قدام الناس بس، قدام ربنا. وزير عدل مرة واحدة؟ ده أنت بتحبني حب يا أحمد. طب قول وزير مواصلات، على الأقل بفهم فيها بحكم الخبرة. يلا 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 ذاكر وما تسرحش تاني. لا نذاكر. طب مش هنجيب بجدتي؟ أنت عايز السليم بقى؟ المسألة مش جدتك، المسألة أرق من جدتك. أرق؟ أيوه أرق. ومالك بتقولها كده كأنك مش فاهم؟ لا بجد مش فاهم، يعني إيه أرق من جدتي؟ بمعنى مي مي حبيبي قاسي ليه يا مي يا مي. لا يا جابر انت غريب. اشرب يا استاذ اشرب. على فين العزم يا اخوي؟ هوصل دلوقتي الهيئه عشان اقبض الحوافز. والحوافز بيلبسوا لها بالشكل ده؟ انا لابس بشرفين عشان مكانتي يا جميل، عشان اول ما اقبض الحوافز ارجع الاقي في ديسكي اخدك في الساحه فسحه من بتوع شهر العسل. موافقه جديده؟ جديده؟ اه انا مش خلاص خدنا العهد على انك انت تفضل جديده على طول. يا حلو انت يا حلو يا ابو كلاكس ناعم. يعني البس واستناك؟ حمامه حمامه واكون عندك في غمضه عيني. اوعى يا راجل تركن كده ولا كده، من هناك على هنا على طول. ايه فين ابو كلاكس ناعي؟ مدام قرنيك الحركه طالع من هنا مهما لفيت لازم اسلم هنا. عن اذنك يا جميل. اتفضل يا اخوي. اول ما اقفل الباب اذكريني. يا بابا ما تدخلش نفسك في الموضوعات دي. ما تدخلش نفسي؟ ليه بقى ان شاء الله؟ ده موضوع يتعلق بالمساحه والارض، لما انا ما ادخلش نفسي، مين يدخل نفسه؟ ده تخصصي 35 سنه في المساحه والاراضي، ما ادخلش نفسي فيه؟ بصراحه انا مش مرتاحه للشغلانه دي. ليه بقى؟ مش مرتاحه ليه ان شاء الله؟ طارق جوز اختي، ايه علاقته بالمساحه عشان يعمل فيها شغل؟ يا انسه صفيناز، اعتقد ان انا اكتر واحد بيؤمن بالتخصص. أنا لما جالي الجماعة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وطلبوا مني إقامة مشروعات معظمها قايمة على المساحة والأرض،
أول ما خطر في بالي الأستاذ والخبير الأستاذ ثروت حماية العزيز، مش لأنه حماية، لا طبعا، لأنه خبرة وكفاءة متميزة. ولا حضرتك عندك شك في كفاءة عمي العزيز؟ أستاذ طارق، يعني عايزاه يجيب حد تاني غير بابا يا صفيناز؟ دي حكايتكم بالظبط يا بابا. أنا يا بنتي ولا قصدك ولا ما قصدكيش، بقولك إيه، أما تبي تعرفي تدبري أمور نفسك بنصحيلي. ثروت إيه الكلام اللي أنت بتقوله؟ اسمعي لما أقولك حاجة حفيظة، أنا مش عايز ولا كلمة من ابتداء من دلوقتي، وأنا عشان طلعت المعاش حبة منطقة ولا إيه؟ ولا حبة زي خير الحكومة انضرب النار؟ لا يا ست هانم، أنا هنا برضو لسه في كامل قوايا العقلية وفي كامل قوتي، أعمل اللي أنا عايزه، أخرج وقت ما أنا عايز وأخش وقت ما أنا عايز، وما حدش منكم يقول لي كلمة، فاهمين ولا لا؟ صحتك يا بابا صحتك. هو تمن الحلاقة زاد يا أستاذ شعراوي؟ 50 قرش يا سي محفوظ، احنا بقالنا 4 سنين على الحال ده، كل حاجة غليت ما عدا الحلاقة. وإيه يعني الحلاقة دي؟ هي الحلاقة دي بتتكلف كام؟ ها؟ بتتكلف كام عشان تغلى يا رخ؟ مش مكنة ومقص بقروش وبيعيشوا معاك العمر كله؟ ولو صرفت عليهم هتصرف كام يعني؟ وانت يا سي محفوظ مش بتاخد علاوة كل سنة؟ طبعا باخد علاوة كل سنة. ليه؟ علشان الغلا طبعا. هو الغلا ده عليك انت لوحدك مش على بقية الناس؟ طبعا على بقية الناس. امال ايه يعني بقى؟ يعني هو الحلاق اللي وقع من قعر القفة مش بياكل ويشرب ويلبس يا بقية الخلق؟ بقول لك ايه يا ناجي؟ ايوه يا حاج. الحلاقة هتزيد 1.5 جنيه؟ لا مش 1.5 جنيه، 2 جنيه. ماشي يا حاج. وبقصر راجع يا اسطى؟ لا بقى سيبنك براعة المرة دي. بقول لك يا ناجي. ايوه حاج. الحاجة راح عند الأستاذ جابر، أنا طالع وراها، الولد بيذاكر ولازم أبقى باله رايق، اللهم استرها يا رب. ماشي يا حاج. رجع لك تاني ها؟ ماشي. يا هلال يا اللي هنا، تذكر يا سيادنا. مش سامعينك من صوت الغسالة بينهم بيغسلوا. إبراهيم يا جابر. جدو، واد يا إبراهيم. مين اللي بيغسل جوه؟ ابوك اللي بيغسل ولا جبت الوليه تاني من ورايا؟ اويا مش هنا، اويا عند احمد بيذاكر معايا، والوليه ما جاتش من ساعه ما انت طلبتها. يا لهوي، طب وانت جوه عند الغساله بتعمل ايه؟ اوعى تكون مشغلها لوحدك. اتفرج ابوك ده ايه؟ قلبه حجر؟ تقطع اوعى كده. ام احمد جوه. طب مش كنت تقولوا لنا عشان نفرح لكم برضو؟ ولا احنا خلاص بقينا اعداء؟ تلاقيك عارف كل حاجه ومخبي عليا زي عوايدك. تكونيش انت العروسه اللي راح يخطبها لبسلامته ابن واحد صاحبه؟ عروسه ايه؟ عملتوه فين؟ هو ايه فرحكم؟ في الهيبتون ولا في النادي بتاع الهيئه؟ ما هو برضو عمل فرح رجاء في النادي بتاع الهيئة، رجاء اللي كانت حبيبتك الروح بالروح. انت بتتكلم عن ايه؟ ما تفهميني. لا فهموني انتوا الاول، عمالين تخبوا عليا وتلفوا وتدوروا من ورا ظهري. حتى انت يا ابراهيم يلا اكتر واحد قلبي وكلي عليك، من بدايتنا كده علمتوا الواد الكذب وخليتوه يخبي عليا. خدتي جوز بنتي وشقتها وعفشها، كمان عايزه تاخدي مني ابن بنتي؟ انت اتجننتي يا ست انتي؟ حاج شعراوي ازاي سايبها تقولي الكلام ده وساكت؟ وهيعمل لك ايه يا اخت الحاج شعراوي؟ ده هو اللي مسبكها وطبخها بالمظبوط، ده هو قص الهم كله. شعراوي يا شعراوي هيعمل لك ايه يا اختي؟ بس بقى ويا روح كده بلا كلام. مبروك يا عريس. عريس يوه، ويا دي حاجه تستخبى يا اختي؟ ما هي العروسه اهي مبلوله بميه الغسيل بتاعكو. يا اختي انا كنت فاكره انك مبلوله من العمله السودا اللي انت عملتيها. عملت ايه؟ استاذ جابر ما تلم الوليه دي، هي بتخرب بتقول ايه؟ استاذ جابر يا اختي دلع ماسخ قوي، في واحده في شهر العسل تقول لجوزها استاذ جابر ولا عايزه تسبكيها عليا؟ انت خرفتي يا ست انت. استاذ جابر انا لما جيت لك وخليتك سبت الغسيل قلت حرام عليا انك ترجع تكمله، خصوصا انك سبت اللي في ايدك عشان خاطر ابني،
عشان تذاكر مع ابني، قلت اكمله انا. مش كده يا حبيبي؟ حبيبك انا حبيبها. ايوه يا ماما. ده انا حتى سايبه باب شقتي وشقتكم مفتوح. انتوا عايزين مني ايه؟ حرام عليكم، انا عمري ما حد اتكلم عليا من ساعه جوزي ما مات. جايين دلوقتي وتلسنوا عليا؟ وبعدين مين قال لكم ان انا عايزه اتجوز؟ انا استاذ جابر قدامي من زمان، من 8 سنين، من ساعه مراته ما ماتت. استاذ جابر، انا في يوم بعد مراتك ما ماتت كلمتك كلمه ناعمه؟ ضحكت لك كده ولا كده؟ ما تقول للست حماتك. وانت يا حاج شعراوي يلي عارف سيده كويس، يلي مربيني وعارف اخلاقي شكلها ايه، سايب مراتك تقولي الكلام ده عليا؟ مش قادر تقول لها اسكتي؟ بس الحق مش عليكم، الحق على ابني، هو اللي شجعكم، هو اللي شجعكم على كده. استني بس يا ماما. ليه عملت كده يا حماتي؟ هو انا مش من حقي اتجوز؟ هل ده من حقك؟ ولا ده مش من حق انا؟ شوفي يا حماتي، انا طول عمري بعزك وبحترمك زي امي بالظبط، وطول عمري بقول لكل صغيره وكبيره، لان الام بتخاف على مصلحه الابن وتراعيه. لكن اسمحي لي بقى اقول لك ان الحكايه دي خدت شكل تاني. اسف ان انا اقول لك انه شكل تعدى كل الحدود وبدا يسيء ليا ولكل اللي حواليا، حتى زميلاتي في الكليه، حتى ابني ما سلمش من تخويفك ليه من جوازي. لحد هنا يا حمادي، وبقول لك وقفي كل ده. انا خلاص زهقت، زهقت وطهقت. كل واحد من حقه يعيش في حياته خاصه زي ما هو عايز، مش كده يا ابو شعراوي ولا ايه؟ يلا يلا اللي جايبالنا الكلام. يلا بتطردني يا جابر؟ بتطردني من شقه بنتي اللي ضيعت شقاها وعمرها كله علشان تعملها لك، وماتت وهي لسه بتعملها لك؟ وبعدين بقى يا نظيره، انا مش فاضيين الكلام الفاضي ده بقى. كل ما اقول هيا انت تكلمي تاني. اتفضلي قدامي بقى، قدامي. يلا يا اخويا. نظيرة، كل اللي كنت بقوله لك وبحذرك منه حصل. جابر اللي اخترناه من وسط كل اللي تقدمه لبنتنا، الاخلاق والادب، جابر اللي عمره ما غلط في حد، حتى لو حد غلط فيه هتخسريه، مش هو لوحده وابنه كمان اللي انت خايفه عليه. ست ام احمد، الست الطيبة الكاملة اللي بنتك الله يرحمها كان دايما تحلب بحياتها وما تقولش سرها الا ليها، هتجرحيها قدام ابنها. عمايلك دي هتخرب الدنيا من كل ناحية. اقولك ايه؟ قومي اغسلي وشك وغيري هدومك، اوديكي تقعدي عند ابنك كام يوم ولا عند اختك لحد اعصابك ما تهدى. زهقت مني يا ابو عصام، كرهتني. اقسم بالله العظيم ان انت تاج فوق راسي، وهتفضلي تاج فوق راسي لاخر يوم من عمري. امال عايز تمشيني ليه؟ امشيك ده يا نظيره؟ هو هتقول الكلمه دي تاني؟ انا اقدر اعيش من غيرك؟ ده انت عمري كله. طب ايه رايك بقى لما انت بتخرجي حابه تزوري حد من حبايبك وتتاخري شويه؟ عينيا بتبقى بره الدكان، دايما المقص كالقفا الزبون بدل ما اقص له شعر.
طب ايه رايك بقى اني مره حلقت له حواجبه بدل ما حلق له دقنه؟ اوكي ده حكي بقى. الضحكه دي غابت 8 سنين من يوم مرحومه ما ماتت. تفتكري رجعها تبقى مبسوطه لما تعرف انك انت بتحكيني عليا وعلى جوزها حبيبها ابو ابنها؟ هتبقى مبسوطه؟ رد عليها نصيره. كده يا احمد امك تتبهدل البهدله دي كلها قدام عينيك وما تردش على وليها المجنونه دي ولا بكلمه؟ وادخل اوضتي واهري نفسي من العياط واستنى انك تيجي طيب خاطري ولو بكلمه من ورا قلبك وانت قاعد هنا ولا همك؟ للدرجه دي كرهتني؟ للدرجه دي كرهتوني كلكم؟ طب قولي واروح اقعد عند حد من اخواتي؟ اروح حتى عند ماما في الصعيد؟ امك هتروحي وراها الصعيد؟ يعني ايه؟ للدرجه دي كرهني كلكم؟ كرهتني كده يا احمد؟ ارجوك يا ماما، ارجوك يا ماما تسيبيني دلوقتي. سيبيني ماما عشان انا تعبانه قوي يا ماما. اه مالك يا احمد؟ استاذ جابر، استاذ جابر. افتح بقك كمان بس. ايوه كويس. شكرا يا استاذ عظيم. السواقه ورا شوف ده تلاقيه رايح للبيت نزاقه ولا حاجه. طب ما كلهم بيروحوا لعند نزاقه بيشربوا شاي. ده في الورديه بس يا خفيف، لكن ده لابس ومتشيك قوي. تلاقيه في فسحه ولا في اجازه اهو بيروح يتسامر مع بيت نزاقه شويه. معقول يا ريس حكم كل البنت دي بتاخد وتدي عننا عنهم؟ طب واحنا زعلانين ليه يا عبيد؟ تعالى معايا ودلوقتي نعرف الحقيقه. تعالى. رئيس فرماوي، ازيك يا نزاقه؟ ان شاء الله تسلم من كل ردي. امال فين فرماوي؟ اه بيلعب مع العيال. اندهلك عليه؟ لا خليه مع العيال شويه عشان عاوزك في كلمتين. عينيا. ها تحب نقعد هنا؟ امال يعني هنخش الصالون؟ انت عندك الا هنا؟ خير؟ في حد يعرف غير جابر انك مراتي؟ لا، وقلت له غصب عني لما ما لقيتش حد يقف بيني وبينك غير. رئيس فرماوي، ازيك يا نزاقه؟ ان شاء الله تسلم من كل ردي. امال فين فرماوي؟ اه بيلعب مع العيال. اندهلك عليه؟ لا خليه مع العيال شويه عشان عاوزك في كلمتين. عينيا. ها تحب نقعد هنا؟ امال يعني هنخش الصالون؟ انت عندك الا هنا؟ خير؟ في حد يعرف غير جابر انك مراتي؟ لا، وقلت له غصب عني لما ما لقيتش حد يقف بيني وبينك غيره. كده احسن. اللي تشوفه يا فرماوي. مش احسن يعني عشان حاجه؟ عشان الحراميه ما يعرفوش عنك اي حاجه. ما هو جايز لو عرفوا يؤذوكي ولا يؤذوا فرماوي الصغير. خلينا كده لغايه ما يتقبض عليه وبعدها يحلها الحلال. خلي بالك دول كانوا هنا ومستنيينك تمسك ورديه بالليل عشان يصطادوك بعد الورديه. يصطادوني؟ هم اللي قالوا لي كده. انا حاولت اهدي فيهم ما قدرتش اهديهم ناحيتك، خصوصا الراجل اللي كان في الاتوبيس ساعه حاسه جابر. هو اللي مصمم ينتقم منك بعد ما انت مسكت صاحبه وخد 7 سنين سجن. ان شاء الله هجيب لي ده بقى بالذات تأبيد على ايديا. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا ابو الزماله. الواد ده لازم طربقه عليه الليله، وهو طالع من عندها لازم طربقه عليه وعليها. ماشي هيحصل. عايزين اقعد اتصالح مع الحراميه يا نزاقه؟ انا فرماوي ابو قلب حديد اللي حاربت في 3 حروب وكنت اسد في كل حرب فيهم.
اخرج من الحرب اخدش حرب. حاربت في حرب اليمن و67 و73 ما همنيش، ياما دبحت وياما قتلت، ياما كنت بلقوا في القنبله وهي نازله اضربها برجلي واروح ماسكها بايدي. انا بيت في رماه وقلب حديد، عاوزاني بعدك ده كله اخاف من شويه عيالنا الشاله؟ طب ثلاثه بالله العظيم لو ايدي وقعت على حد فيهم لمسكه واقطعه حتت. عارفه همسك كل واحد؟ اقطع مين يا دي نتاشه كدابه بتاعت ثلاث ورقات؟ الله جرايه يا رئيس حافظ، احنا مش متفقين الكلام ده يبقى بعيد عن هنا؟ لا هنعملها هنا وهنا وبس كده. ومش معاه هو وبس، ومعاك انت كمان يا عقربه. عقربه تلوشك يا جربوع انت وهو. بس بس ما يصحش، رد عليه ويرضيك انت برضو يكلم الهاني. ما تخافيش، لحد دلوقتي الحاله طمن وممكن ارجع للدويس، بس استقرار الانفعال الزايد ممكن يخلي الحاله تسوء، وساعتها هنضطر نعمل له عمليه جراحيه. يا خبر، عمليه؟ ايوه يا دكتور، بس احمد ده بني ادم حساس متعارف ما بيحتملش الانفعال. انا كتبت له على مهدئ. مهدئ يا دكتور، بس احنا داخلين على امتحانات ليسانس. المهدئ اللي انا كتبته ما ياثرش على التركيز. انت بتمارس رياضه؟ ده كان كل يوم على الفجر بعد ما نصلي نقعد نجري مع بعض. كان معنى كده انه توقف؟ يعني مش قوي، لكن شوفوا يا جماعه، نصيحه مني، احسن انواع العلاج لازاله التوتر والانفعال الصلاه والرياضه والجري، وخصوصا المشي، ده احسن علاج عندي. امسكه 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 الحرامي، امسكه امسكه الحرامي، امسكه يا رب تاني. انا عفيفه فرمان، دي عفيفه دي اللي انقذتك، الله يسترها الله يسترها، ده لولاها كنت اتبهدلت بيك. عفيفه؟ ايوه عفيفه، الحمد لله على سلامتك. فيما وصلت فيه يا عفيفة؟ هو أنت كنت بتدور عليا؟ بدور عليكي. يوه، أنا ما خليتش مستوصف ولا مبرر ولا مستشفى إلا ما سألت عليكي فيها. سألت التمرجيات وممرضات، حتى افتكرتهم رقوكي وبقيت الدكتور. دكتورة عفيفة، سألت الدكاترة محدش عرف خالص، هو كل حتة مش شايفة، لغاية ما اتشهرت في كل المستشفيات بإن أنا مجنون عفيفة. ربنا يشفيك يا رب يا رب. يا رب. عفيفة. أيوه عفيفة. طب ازاي انت هنا؟ ما سألت عليك يا رو، محدش يعرفك خالص. اصل انا لسه مستلمه الشغل من 10 ايام بس. 10 ايام؟ ايوه. الحمد لله الحمد لله. يا حظك يا فرحتك يا هناك يا فرناوي. يلا يلا. فين والابره دي لمين؟ هو انت لسه بتخاف من الحقن يا فرماوي؟ ما انت عارفه كل حاجه الا الشكشكه عفيفه. شوفيني بديل، انت ياما اديتيني بدايل. يوه، فاكره عفيفه لما كنت تحطهم لي على التابلو بتاع الاتوبيس؟ اشيل المغص واشيل الاعصاب ويشيل النظر عشان ما اعملش حوادث، وخلي عندي نظر. وتمر يا فرماوي؟ طبعا تمر. وبقى جوزتها بعدها على طول ازاي؟ مش اكتشفت انها كانت بتديلي حبوب مقويه للقلب
علشان يستحمل ويتشجع ويتجوزها، واتجوزتك عفيف يبقى تبر ولا ما تبرش؟ ايوه، علشان كده اتجوزت الهانم في السر، وكنت بتاخدها وتروحوا الشقه في غيابي وانا في شغلي. لولا الجيران شافوكوا هم اللي قالوا لي اراقبكوا وطب عليكوا فجاه، لولا كده ما كنتش عرفت سركوا. هتاخد الحقنه ولا ابعت لك حد تاني يديها لك؟ يمكن يكون لك نصيب فيها وتتجوزها. ثابته يا عم. إذا كانت حماتي غلطت فيكي فامسحيها فيا. وأنت ذنبك إيه يا أستاذ جابر؟ أم عصام دي زي أمنا، مش معقول يزعل منها. اتفضل كمل شايك. أخبار ست الحاجة إيه؟ الحمد لله كويسة. خالي اتكلم من يومين بيقول إنها هتتأخر شوية. وما تقدريش تكلمي خالك وتطلبي منها إنها تيجي؟ صعب، دي في نجع من نجوع سوهاج. يعني لما بيحبوا يكلموني بيكلموني عن طريق السنترال. انا لما بحب اتصل بيهم ببعت لهم تلغراف. خلاص ابعت لها تلغراف، وانا متاكد انها اول ما تسمع ان احمد عيان هتيجي على طول. هي هتفتكرني بقول كده عشان اخليها تيجي، بينها بتعاقبني. طب اديني العنوان وانا هبعت لها تلغراف. وليه التعب ده يا استاذ جابر؟ يا خبر، احنا غرب بس وجود نمتو جنبه مهم قوي. حاضر، هكتب لك العنوان. شكرا. اتفضل. ايه ده يا ماما؟ حق التلغرام. الله يسامحك. وتسامحني انت كمان على اللي سببته لك مع ام عصام. يا خبر، انا بعتذر لك بالنيابه عنهم. انا مش عارف بس ايه اللي طلعها في دماغهم الحكايه دي. حكايه ايه؟ يعني الكلام اللي طلع في نفخهم ده، مع اني يعني مع انك ايه؟ مع اني شايف يعني ان حضرتك عمرك ما فكرتي في حاجه زي كده. هم عشان بيحبوني فكروا بالنيابه عني، لكن انت رايك ايه في ايه؟ في اللي فكروا لي فيه. تصور انت الوحيد اللي ما عرفتش رايك في الحكايه دي، مع ان رايك اهم منهم كلهم. معقول مالكش راي في الموضوع ده يا استاذ جابر؟ معقول كل الكلام اللي اتقال ده مالكش يد فيه؟ صدقيني يا ام احمد، انا زيك تمام. لو انت ليكي يد في اللي اتقال ابقى انا ليه يد في اللي اتقال. غريبه، امال ازاي الحاج شعراوي يفتح معايا موضوع زي ده في الفرح؟ وازاي ام عصام يبلغها الكلام ده وتتصرف معايا التصرفات الغريبه دي؟ واحمد ابني. احمد هو كلمك في حاجه زي كده؟ زميلته، اقصد زميلتكم في الجامعه. مش ممكن تفتحني في موضوع زي ده في المستشفى الا اذا كان حصل قدامها كلام. معقول كل ده يحصل وانت ما عندكش خبر يا استاذ جابر؟ في الحته وفي الجامعه ويمكن كمان عمال النقل العام بيتكلموا في نفس الموضوع. ام احمد عايزه تتجوز ومش لاقي حد يتجوزها. ما تقوليش كده يا ام احمد، ده انا جابر اللي اتربينا مع بعض، وعارف قيمتك عند كل الناس، وعارف كم واحد اتقدم لك قبل ما تتجوزي وبعد ما استشهد جوزك الله يرحمه. انا بصراحه فكرت في الموضوع ده. صدقيني يا ام احمد، مره واحده بعد موت رجاء الله يرحمها بحوالي سنه قال انا الاول مره صالحك بالشعور ده، بس انت خوفتيني. انا ليه؟ رفضك المستمر لكل اللي تقدموا لك خلاني احس ان انا هترفض انا كمان. يعني مش معنى انا. ايوه بس انا اتاكدت من الكلام ده من فوزيه اختي لما كانت بتزورك وتقعد معاكي، كانت بتقول لي هي مش طايقه سيره الجواز لا من قريب ولا من بعيد.
هي فوزية لما كانت بتتكلم كان قصدها كانت بتجس نبضك، وانا طلبت منها ان الموضوع يكون من بعيد لبعيد وعن الجواز عموما. انت كنت رافضه المبدا من اساسه، وانا كنت عايز ارتبط بيكي لانك انسانه مخلصه لجوزك ولابنك، وفي الاخر صرفت نظر عن الموضوع كله وقررت انه ما يتفتحش تاني. انا فعلا اتقدمت لواحدة اعتقد انك تعرفيها، صافي ناز، مدرسة ابن ابراهيم. طبعا شفتها في المستشفى وفي الفرح وقبل كده في حفلة ابراهيم. انسانة ممتازة طبعا. وخلاص اتفقت انت واهلها على الجواز؟ انا واهلها لا، انما انا وهي. يعني هتتجوزها غصب عنهم؟ وده معقول؟ انا برضه اعمل كده؟ لا طبعا. على العموم في كلام تاني مع اهلها، ربنا يسهل. ادعي لنا. ربنا يوفقك، انت تستاهل كل خير. تصبح على خير. وانت من اهل. على فكره ما تقوليش لاحمد عبد الله. حاضر، مع السلامه. سلام. أنا كنت فاكرك عن ستك. معقولة اروح عند ستي بعد اللي عملته معاك يا بابا؟ يا سيدي اللي عملته معايا امر هين. امال الغلبانه المسكينه اللي اسمها محمد دي تعمل ايه؟ حبت تساعدنا وتشيل عنا الحمل. ستك بقى الله يمسيها بالخير. بصراحه يا بابا ايوه، وما تزعلش مني انا ابتديت اكره ستي. بتقول ايه؟ ايوه بابا، ده مفيش مره قعدت معاها الا لما تتكلم معايا كلام يضايق. انت طبعا عارف ده من ايه. ستك معذورة، امك ماتت على صدرها وهي بتوصي عليك وعليا، عشان كده هي خايفة ان انا اتجوز واحدة تنكد علينا احنا الاتنين. اعذر ستك، اعذر ستك عشان هي خايفة عليك وعليا. وهو ده صح يا بابا؟ يعني لو انت اتجوزت ممكن اللي هتتجوزها دي تضايقني؟ حتى لو مش صح لازم نحترم مشاعرها كأم ودعت بنتها قدام عينيها وهي في عز شبابها. خلاص يبقى بلاش تتجوز خالص. هو انت ما عندكش يا ابراهيم يا ابيض يا اسود؟ ما انت بتقول انه راضيها، واللي هيرضيها اللي انت ما تتجوز. لا ممكن اتجوز وبرضه نرضيها. ازاي بقى؟ لما نثبت لها اللي انا هتجوزها دي بتحبك وبتخاف عليك زي مامتك بالظبط. طب الاتنين بيحبوني وخافوا عليا زي مامتي بالظبط. الاتنين مين يا واد؟ عبد الصناز وطنط ام احمد. ويا ترى تحب اتجوز لك مين فيهم؟ هو انت هتتجوز لنا؟ انا هتجوز عشانك انت يا ابو خليل. انا عايز اجيب لك واحده تعوضك حنان الام اللي انت اتحرمت منه، واحده تجيب لك اخ يلعب معاك يأنسك. بصراحة يا بابا أنا معاك، مش ناقصني حاجة، ولا أم ولا أخ. بس خلي بالك يا أبو خليل، أنا بكرة بعد كده مش هبقى فاضي، هبقى في المحكمة الصبح وبالليل في المكتب. يعني إحنا محتاجين واحدة جنبنا تشيل حملنا، قريبة مننا إحنا الاتنين، تفهمنا كويس، تدينا شوية حنان. قولي بقى اخترت مين فيهم؟ هما الاتنين. يعني هو دلوقتي في المستشفى؟ في المستشفى. السفلة ما سابوهوش، مسكوا واحد والتاني هرب. اكيد لهم ديل. احنا رحنا له امبارح انا والزملاء وبيسال عليه. وعامل ايه؟ الحمد لله كويس. هو زيارة امتى؟ في اي وقت ممكن تخش. هشوفه لما اخد الحوافز. سلام عليكم. لما تروح لو بسلم لي عليه. ماشي ماشي يا عم سيد. شكرا. ايه
ازيك يا عم غريب؟ صباح الفل يا ابو جابر. صباح الهنا. ايه يا عم؟ لو ما كلتش الحوافز ما كانش حد يشوفك. معلش بقى يا عم غريب، ما انت عارف ليسانس الحقوق مذاكره ليل نهار. الله يعينك، ولو ان اخواتك نفسهم يشوفوك قوي. ايه في حاجه اتكسرت جديده؟ لا ابدا، من ساعه ما زرتنا وكل حاجه ماشيه تمام، سمن على العسل. يا غريب تعال زورنا وشوف سدجد ما يسرك. ماشي. شوف بقى هنا دي كام تذكره اهو. طيب ماشي اوكي. كل نفسك في رماوي بن حموتهم. طب ما بقاش انا في رماوي يا فرماوي لو كنت اضربهم لك على سخن. تقومي تعملي حاجه للواد، هاتي له حاجه يشربها. ماما تخدمه وتقوم تعمل له. هو انا جاي عشان اخدمك ولا اخدمه ولا اخدم مين بالظبط؟ انت هتسيبي له وتمشي يا فتحيه؟ وانا سايباك مع حد غريب؟ ما انا سايباك مع الناس اللي بيحبوك وبيعزوك وبيتخانقوا علشانك. يعني لو احتجت حاجه من المستشفى اهي ست عفيفه موجوده هتجيب لك كل اللي انت عايزه، ولو حاجه من بره المستشفى الست رزاله هتجيب لك كل اللي نفسك فيه حتى لو كان غالي. انا بقى هجيب لك ايه؟ العوافي يا اخويا. ازيك يا استاذ فرمان؟ اهلا. ازيك يا جاب؟ ازيك انت عمر؟ انا كويس الحمد لله، كل يوم ربنا كويس الحمد لله. ازيك يا جاب؟ الحمد لله. نزوم ايه التعب ده بس؟ ده كله فضل خيرك يا استاذ فرمان. انت جايب ايه؟ جايب حاجه حلوه. استنى بس مش دلوقتي. مش دلوقتي. شو جايب لك؟ واحده يا فرمان. ازيك يا الله يسلمك. ندلع ام فرماوي. اه فرماوي. هي دي ام فرماوي. اما بقى الحراميه عملوا فيك اللي احنا ما قدرناش نعمله. شفت؟ شفت ازاي؟ خد الفرماوي. ليه؟ حتى وانت تعبان؟ مال هدى يا ولدي؟ مش عارف. ده اللي سامعاه بترجع. اه ما هو الدكتور قال لنا انه دي حاجه طبيعيه. دكتور وما تقوليش. مش عارف. اتفضلي يا ستي مبروك. ايه ده؟ ده عقد تمليك للشقه اللي انا فيها. معقول حولتها من مفروش لتمليك؟ وكتبتها باسمك كمان زي ما اتفقنا. يا حبيبي يا جوزي. شايفه؟ طلع الولد ابن اصول صحيح. وانا قلت غير كده؟ هو لو ما كانش ابن اصول كنت وافقت ان انا اجوزه بنتي؟ مبروك يا نرمين. الله يبارك فيك يا ماما. شفت يا سفينات؟ عقد الشقه تمليكه باسم. الف مبروك يا نرمين. عقبالك. عقبالها قال ايه؟ عقبالها. ده كان عايز يسكنها في جراج. يلا يا اولاد اتجدعنوا بقى عشان تتجوزوا. الله ايه ده السجال يعني؟ سجال ايه يا ثروت؟ دول بقى لهم سنتين مكتوب كتابهم. مظبوط يا ماما، مع اني كنت ناويه اوضب الشقه قبل الجواز، بس نتجوز بقى وبعدين نوضبها براحتنا. لا يا بنتي بلاش بعدين، دي الحاجه دي لازم تفرحي بزهوتها وهي جديده كده، اما بعدين تبقى زي العيش الباقي. الله، يعني لسه هيستنوا لغايه اما يوضبوا ويخلصوا الديكورات اللي هم عايزينها؟ انت مستعجله عليهم ليه بس يا حفيظه؟ يا بابا ماما قصدها ان الديكورات والتوضيبات اللي هم عاوزينها في الشقه دي هتاخد وقت كبير، احسن يتجوزوا وبعد كده يبقوا يعملوا الديكورات والحاجات دي على مهلهم. بصراحه كده انا بقيت بتضايق من دخولهم وخروجهم مع بعض من غير جواز. يا حفيظه ما تقوليش كاتبين الكتاب، انا اللي يهمني في الجواز انها تروح بيت جوزها. شوف يا حفيظه بالعربي الفصيح كده، جواز الولاد دول هيتأجل 16. ليه بقى ان شاء الله؟ من غير ليه؟ هو ايه؟ حكم قرقوش هو ولا ايه؟ ما تقولي في ايه يا طارق؟ لا ابدا مفيش حاجه. ما تفهمونا يا جماعه في ايه؟ انا افهمك.
بصراحه الاولاد دول لازم ياجلوا الجواز 6 اشهر علشان هناخد شقتهم نعملها مقر للشركه بتاعتنا لو طارق شركه الاراضي العقاريه. تعالي يا بنتي ارتاح بالراحه بالراحه. ايوه ايوه خش شمال عليك يا حبيبي. الف الف سلام عليك. مالك بتقولي وانت فرحانه كده يا ابني؟ هو بديك الساعة لما اشيل ابنك على ايديا؟ ابني؟ او بنتك يا ستي، ان شاء الله يا رب يكونوا توأم. قد كده فرحانة؟ اخص عليك يا وجدي. ايه؟ كنت فاكرني هزعل؟ علشان كده خبيتوا عليا مشوار الدكتور. لا يا ابله، ده لسه النهاردة، انا كنت هقول لك. الف سلام عليك يا حبيبتي، الف سلام. يا حبيبتي الشركة دي هنعمل من وراها قول وفات ويمكن ملايين كمان، لأن الأراضي مطلوبة للمصريين وغير المصريين ومكسبها ضخم جدا. أراضي إيه اللي هتشتغلوا فيها دي؟ أراضي يا حفيظة، مش عارفة يعني إيه أراضي؟ إيش حال لو ما كنتش موظفة في مصلحة المس موظفة إيه؟ أنت كنت بتشتغل في الحسابات وشؤون العاملين. وده مال ومال الأراضي؟ ما تفهمني أنت يا خبير الأراضي. شوفي يا طنط حفيظة، شوف يا نرمين، هشرح لكم الموضوع. انا بحكم عملي في السوق الحره اصبح لي علاقات عظيمه جدا مع الساده اصحاب رؤوس الاموال وخصوصا اللي جايين من بره. الناس دي طبعا بتفكر ازاي تستثمر فلوسها في اسرع وقت وبشكل مضمون. شغلت انا مخي بقى واكتشفت ايه؟ ان افضل شيء بيع وشراء الاراضي. يعني سماسره. سماسره ايه يا حفيظه؟ ما تسكت، خلي الراجل يكمل. اتفضل يا استاذ. الواحد من دول احنا اللي هنجيب له حته الارض المناسبه، اللي هنعرف بذكائنا ان سعرها دايما بيرتفع ومش بيقل، واللي هيساعدنا على كده خبره عمي العزيز في المساحه والخرايط والاراضي. كويس، المهم بعد ما نحدد حته الارض ونطمن على صحه بياناتها من مصلحه المساحه نروح للمستثمر ونقول له اتفضل اشتري دي فورا. وبعد ما يشتريها نقسمها حسب الاحتياجات، 200 متر 300 متر 600 متر حسب الشاري ما هو عايز. اللي عايز يعمل فيلا يعمل، اللي عايز يعمل عماره سكنيه يعمل. طب وبعد ما تقسمها؟ نعمل اعلان صغير في الجرايد ونعرضها للبيع، وطبعا هيبقى لنا نسبه عن كل حته تتباع. ده غير اجرنا بقى عن تقسيم الاراضي وطلوع الخرائط بتاعتها. كمان اللي هيبني بعد ما يشتري هيرجع لي عشان عايز يطلع خريطه من مساحه اطلعها واخد اجري برضه. يعني هناخد سمسرة عن شراء الأرض حتة واحدة كبيرة، وسمسرة عن بيعها قطع قطع صغيرة. أيوة، لنا أجر عن تقسيم الأرض وأجر عن استخراج الخرائط من مساحة، أما العمارة تتبني وتبقى كاملة لنا نسبة مئوية. ده طبعا بفضل عمي العزيز ثروت بيه. أما حتة مشروع، شفتي؟ علشان كده لازم يبقى لنا مكتب نبدأ منه. طب ما أنتوا ممكن تاخدوا مكتب مفروش. بإيجار شهري كام بقى يا أستاذة؟ ما أنتوا بتقولوا هتكسبوا. هو إحنا هنكسب من أول يوم يا أستاذة؟ الأول يبقى عندنا مكان محترم نقابل فيه العملاء، وبعدين نشتري أول حتة أرض وناخد منها العمولة بتاعتنا، وبعدين رأس المال يبتدي يتحرك. وده هيحتاج وقت كبير. دي مسألة رزق يا حفيظة، اسكتي. المهم يا بنتي دلوقتي لازم نحط رجلنا في شقتك 5 6 أشهر، نقعد فيها يعني ونوضبها ونستقبل فيها الزباين. الزباين هتاخد على شقتنا وهتيجي وهتعرفنا واسمنا هينتشر والناس هتبقى معانا على طول. نروح بقى شقه تانية نعملها مكتب لينا، الرجل خدت علينا الناس هتيجي ورانا جري. على فكره يا نرمين، احنا هندفع لك 1000 جنيه في الشهر ايجار شقتك التمليك للشركه بتاعتنا. طب ما ال 1000 جنيه دي ممكن تجيب لكم شقه مفروشه كويسه قوي. يا بنت الشقه المفروشه دلوقتي عايزه 3 4 اشهر مقدم ايجار، وكمان ياخدوا شهر تامين ولا 2، اما تحسبيها تلاقيها 6 7000 جنيه. غير بقى ايه؟ مش هنحط فيها مكتب وشويه ديكورات كده هيتكلفوا. ليه بقى؟ طب ما شقه اخت كاوله نفرشها ونعملنا ديكورات تبقى بتاعتنا، زيتنا في دقيقنا. انا موافقه يا بابا. خلاص بقى، انا هجيب عقد ايجار مفروش عشان تكتبيه حضرتك وتمضي عليه كطرف اول لانك صاحبه الشقه، ويمضي عمي كطرف تاني بصفته المستاجر ومدير الشركه. وثروت بقى هو اللي هيمسك المدير؟ ايوه طبعا. مش عاجبك ولا ايه؟
المدير المسؤول عن كل حاجة في الشركة طبعا. أنا هأدير الشركة مع عمي بس من الخارج، لأن طبعا أنا موظف ممنوع الجمع بين وظيفتين، لكن إن شاء الله هكون معاه خطوة بخطوة. أيوة بس مين اللي هيكون مسؤول عن التوقيع في الشركة؟ عمي العزيز طبعا، لأن أنا موظف وتوقيعي هيكون باطل. طارق ما يعرفش حاجة عن المسائل دي، يبقى هيمضي على إيه؟ ها نرمين قلتي إيه؟ أجيب العقد؟ هات العقد، بس بقى يا ريت تديني أي دفعة كده تحت الحساب، عشان أحس إن أنا صاحبة الشقة بحق وحقيقي مش أوانطة. اديها أنت يا عمي، أنت مدير الشركة والمسؤول على المصاريف. آه طيب، حاضر. خد يا بنتي 200 جنيه هم، واول ايجار هيوصلك مننا بعد 3 اشهر. خد بقى يا استاذ، حطهم في حسابنا في البنك. افتكرت لينا احنا. وماله؟ ما احنا برضه نعتبر مامته وباباه، مش انت عم وانا خالته، خلاص نعتبر مامته وباباه. هو بالعافيه هنلزق نفسنا فيه بالعافيه؟ ايه اللي يخلينا ننسب لنفسنا اولاد غيرنا يا فوزيه؟ ايوه اولاد غيرنا، طالما مش من صلب ولا من بطنك يبقوا اولاد غيرنا يا فوزيه. ده ابن اخوك وابن اختي. يعني مش انا ابوه ولا انت امه. فوقي بقى يا فوزيه، وما تنسيش المهم، العيل اللي جاي ده هينام فين ان شاء الله؟ ينام فين؟ ينام في اي حته ان شاء الله. حضنك كمان؟ حضنك؟ انام انا بقى في الشارع ولا اشوف ناس محرومين من الخلفه اروح انام في حضنهم انا راخر؟ خلاص يا غريب ما تزعلش نفسك، ينام في حضنهم. لحد امتى يا حلوه؟ يعني ايه لحد امتى؟ يعني هيبات في حضنهم لحد امتى؟ لحد لما يكبر ويبقى عنده كام سنه؟ لما يكبر هينام فين يا فوزيه؟ يا اخي ينام في اي حته ان شاء الله، في الصاله. الله 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 الله، هنفتحها ملجأ ولا مستشفى ولا رصيف؟ لا الوضع ده ما ينفعش، يعملوا حسابهم من دلوقتي انها لو ولدت تاخد جوزها وابنها ويسيبوا الشقة ويمشوا. نمشي نروح فين يا غريب؟ هي كانت شقتك؟ شفتي؟ بيتصنطوا علينا، ولسه لما يجيبوا عيال هيطردونا. ما هو لو احنا خلفنا من ساعة ما اتجوزنا وعيالنا ناموا في اوضتهم يا فوزية، ما كانوش دول هوبوا ناحيتنا. حبيب البخت يلاقي العظم في الكرشة. ازيك يا طنط؟ الحمد لله. مساء الفل. مساء النور، ازاي؟ الله يسلمك. هندخل ولا هنفضل كده كتير؟ وان كان احمد مش موجود نتكل على الله نمشي يعني. يا عزيزه شويه فرامل مش كده؟ سيبها سيبها على راحتها، انا عارفاها. اتفضلوا احمد جوه، كلميه في كل حاجه براحتك الا الحاجه اللي تخصني. الجواز مش كده؟ ولا في حاجه تانيه تخصك مش عايزانا نتكلم فيها؟ اي حاجه تخصني، اي حاجه. ويا ريت ما تتكلميش معاه خالص، الولد تعبان ومش عايز ارهاق. ايه ده؟ احمد تعبان؟
سلامته ألف سلامة، أكيد شدته مع بعض زي كل مرة. يا عزيزة يا عزيزة مش كده، مجنناني يا طنط، مش ممكن. بلاش، ركب أنا وهي الأوتوبيس جايين لحضرتك في أمان الله، كويس؟ كويس. لا مش كويس، شبكت في واحدة من الركاب ومش عايزة تسيبها، من همي نطيت من الأوتوبيس وهو ماشي. قلت التوه ما تعرفش المحطة والتوه مش عايزها، لقيتها نطت قبل مني. نطت من الأوتوبيس وهو ماشي؟ وهو بيجري، وبركبه برضه وهو بيجري. ولما بيكون الاوتوبيس زحمه بتنط من الشباك عشان تحجز لها مكان تقعد فيه، صح؟ اعمل ايه؟ اصلي ما بحبش البهدله. طب بعد اذنك يا ماما، اتفضلي. بعد اذنك. يعني انتوا دلوقتي مخطوبين؟ وبعد نتيجة الليسانس هنتجوز. يا خبر، ولا تعرفوناش؟ ده ايه البخل اللي انتوا فيه ده؟ الحقيقي، ده بيقول بخل. يا عم انت مش عارف الحكاية خالص. قول له الحقيقة. لا، احنا ما فضلش معانا مليم واحد لعزومة أي نطق، بعد ما اشترينا الشك اللي هما دبلتين، ده احنا لبسناهم في بيتنا وأرداحي. تخيل انت بقى قاعدين بنلبس الدبل وسط صفايح السردين والملوحة والفسيخ. جو رومانسي أوي. ومالك بتقولها وانت قرفان كده؟ كنت بتكذب عليا ساعتها بقى ولا ايه؟ ده كان يميل عليا كل شويه ويقول لي الله ريحه ملوحتكم على قلبي احلى من ريحه اغلى برفان، الله ريحه سردينكم ده ينفعني بعد الحلاق، ايه رايك يا عزيزه لو ناخد كام صفيحه فاضيين من اللي بتخللوا فيهم ونعملهم ديكور في شقتنا؟ ربنا يفرح قلبك يا بنتي، ده احنا كنا نسينا الضحك شكله ايه؟ لا، ما هو حضرتك لازم تطلعي من صفيحة النكد اللي انتم مخللين روحكم فيها دي. انتي هترجعي تاني؟ ده مش عشاني انا، ده عشان ابنك احمد، ابنك حبيبك اللي ضحيتي عشانه العمر كله. قولولي اعمل ايه وانا مستعدة اعمله. تبعدي عنه اي توتر او انفعال، لكن طول ما انتي عاملة عليه حصار جوه البيت وبره البيت كده هتوتريه اكتر ويزيد عليه اللي هو فيه. فرامل يا عزيزة اصبر شوية يا هانم، مرض القرحة ده من أمراض العصر، اسأليني أنا، أنا مثقفة طبيا جدا، مش عشان أبويا بتعمل لوحة، لا خالص، أنا بطبق كل التعليمات الصحية السليمة في تمليح الأسماك وتخليلها عشان ما تضرش بالزباين. أنتي مش سمعتي عن حالات التسمم اللي حصلت الكام سنة اللي فاتوا من الفسيخ والرنجة؟ سمعت. أهو دول من ورا الإهمال وعدم الأخذ بالتعليم الصحية السليمة، لكن احنا والحمد لله كذا مفتش صحه وتموين يطبوا علينا وما يمشوش الا وفي ايد كل واحد منهم 3 او 4 كيلو مشكل لبيته واولاده، وده ليه؟ لاني بطبق كل القواعد السليمه الصحيه للتخليل والتمليح من خلال قراءتي وثقافتي الطبيه، وعشان كده انا بقول لك وبقول لاحمد ابنك ان اهم علاج للحاله اللي عنده دي حاجتين يزيلوا عنه اي توتر او انفعال، الرياضه وخصوصا المشي والجري الخفيف، والعبادة وخصوصا الصلاة، ما هي نوع من أنواع الرياضة البدنية والروحية، ده إلى جانب الاستقرار والهدوء المنزلي، وده كله طبعا في إيدك أنت. طب ده أنا واخدة أجازة بالخصم عشان خاطر عيونه، ما تقول لهم يا أحمد كده تخلي زملائك ياخدوا عني فكرة مش كويسة. لا يا طنط، فكرة إيه بس اللي هناخدها؟ طب دي الكلية كلها طلبة وأساتذة بتعتبر حضرتك نموذج للأم الفاضلة، وده كله من كلام أحمد عن حضرتك. بس برضه ما تستني بقى شويه ما تتكلميش. شوفي بقى يا طنط، بصراحه بقى انا شايف ان مشكلتك مع احمد ده اذا كان في مشكله اصلا هو حبك زياده ليه وخوفك زياده عليه. هو في ام ما تحبش ضناها وتخاف عليه؟ بس احيانا الحب بيتحول الى حب مرضي. الله يخرب بيتك يا عزيزه، اخرجي يا بنت استنيني بره، اخرجي بره. عبد الباري سيبها، عبد الباري اتناقش الموضوع بصراحه يا اما بلاش منه خالص. طب ما احنا بنتكلم بصراحه اهو. خلاص يبقى سيبها تقول رايها، يا اما نقفل الموضوع من اساسه. طول عمرك ديمقراطية. اتفضلي يا ست تتكلمي، اتحفينا. شوف يا ست ام احمد، المثل بيقول لو في انسان بنى جامع الناس كلها بتشكر فيه، لكن لو حاول يهده الناس هتمنعه وتقف ضده. الله ينور عليكي، انت بقى بنيتي انسان عظيم اللي هو احمد، ومن غير ما تقصدي بدأتي تهديه. انا؟ ايوه، والدليل قدامك اهو.
اتفضل يا سيدي. ده تمن الطباعة. ايوه. جميل. ودي رسوم الرقابة. ايوه ماشي. الجواب يا هدى. خد يا رضوان. نعم يا استاذ بدر. السيناريو ده وده الجواب اللي عليه، تنزل تحت لو سمحت وتجيب رقم الصالح بتاعهم بسرعه. من عينيا حاضر. وادي الرسوم بتاعت الرقابه. الدمغات يا استاذ بدر. الدمغات يا استاذ. دمغات. ايوه. اتفضل. كده كويس؟ تمام. ثواني وهرجع لحضرتك تاني. اهلا وسهلا يا استاذ فكري. اهلا بيك. الحقيقه هدى معجبه جدا بالسيناريوهات بتاع حضرتك. صحيح يا انسه هدى؟ مدام مدام. الأنسة بقت مدام. مدام ما اعرفش. معلش اديك عرفت انها مدام. انا مستحمل. انا خير خير ان شاء الله. كويس. كويس. في ايه مالك؟ مش عارفه. مش عارفه بنتي. بنتي مش عارفه. بالراحه يا هدى. بالراحه. على مهلك. على مهلك. صلى عليك يا اختي. الف سلام عليك. لو سمحت يا فوزية حضري لها شوية شوربة ونصف الخوان. أنا لسه حاطة الفرخة على النار، أصل ما أعرفش إنكم هترجعوا من الشغل بدري كده. الله جرى إيه يا فوزية؟ ما حضرتيش الأكل ليه؟ هتاكل إيه الغلبانة دي بس؟ أمال إحنا جايبين الفراخ ليه؟ عشان نحنطها؟ حاضر حاضر. على ما تغيري هدومك تكون الفرخة استوت. حالي حالي. شوف يا ماما. عزيزة بصراحتها قدرت تمس جوانا جرح كلنا كنا خايفين نحط ايدينا عليه او نقرب منه، خايفين من الوجع، وخوفنا ده خلانا نبعد عنه وما نقربش منه ولا حتى بالعلاج، لحد ما الجرح كبر وساب اثره جوايا انا وانتي. حتى ستي اوعى تفتكر يا ماما انها مشيت وسابت البيت لمجرد انفعال او زعل، لا ياما انفعلنا وياما زعلنا اكتر من اللي حصل بكتير المره الاخرانيه، لكن عمرها ما سابت البيت ومشيت. حتى ولادها، ولادها كانوا بيجوا يزوروها هنا، يبقى ايه اللي خلاها تمشي وتسيب البيت؟ والفين؟ الصعيد، عشان تضمن ان محدش يروح وراها ويأثر عليها ويرجعها تاني. اكيد اكيد حست بحاجه خطيره هي اللي خلتها تاخد القرار ده، ولا غلط؟ مظبوط. بس ايه هي الحاجه الخطيره دي؟ انا ما حضرتش اللي حصل بينكم اخر مره، لكن لما اشوفها اكيد هعرف كل حاجه. يعني هتسافر لها؟ كنت ناوي، لكن لا، مادام هي اختارت انها تبعد وانا عارف القرار ده صعب بالنسبه لها قد ايه، يبقى لازم احترم رايها على الاقل الفتره، نقعد انا وانتي ونتصارح بكل حاجه عشان لما ترجع ما ترجعش تلاقينا لسه في نقطة الصفر. وإيه المطلوب مني يا أحمد؟ إنك تحس إن أنا بقيت راجل وليا كيان مستقل وقراري اللي صادر من جوايا. مش لازم كل حاجة في حياتي يا ماما تبقى مربوطة بيكي. إحنا اتنين مش واحد، كيانين عقلين. ربنا خلق كل الناس مختلفين في كل حاجة، حتى في بصمات إيديهم. مفيش اتنين بصمات إيديهم زي بعض من يوم ابونا ادم لحد النهارده، فما بالك بالمخ، الفكر اللي مش بس بيختلف من بني ادم لبني ادم، لا ده بيختلف في البني ادم نفسه من لحظه للتانيه. اكبر دليل على كده اختيار كليه الحقوق. ايوه ماما، انا اخترت كليه الحقوق مع انها كانت ضد رغبتك، كتبتها في استماره الرغبات اول رغبه مش اخرها زي ما انا قلت لك. عارفه ليه؟ لان انا عارف وواثق ان انت ما بتحبيش الكليه دي، لمجرد ان انت اتصدمتي في محامي طلع نصاب فكرهت الكليه والمحامين اللي بيتخرجوا منها. يعني واقعه صغيره كنت عايزاها تحدد لي مصيري ومستقبلي، قلت لا وقررت ان انا ادخل الحقوق عشان احس بقدرتي على استقلال القرار، وده يمكن سر تفوقي فيها. ارجوكي ارجوكي يا ماما سيبيني اختار، سيبيني اختار ولو غلط، برضه سيبيني اتحمل مسؤوليه غلطتي. يعني اشوفك بتعمل مفيش فايدة، مفيش فايدة. خلاص خلاص يا حبيبي، أنا مش هتدخل في حياتك خالص، حتى لو أنت طلبت مني هقول لك ماليش دعوة. طب إيه رأيك بقى إن أنا هتجوز مي وأروح أعيش معاها في أبو صوير؟